الله هنراجع الحصه اللي فاتت الايه الاول الناس اللي ما حضروش الحصه اللي فاتت حاولوا بقدر الامكان كده يعني يلقطوا الحاجات المهمه في الحصه اللي فاتت. ممكن نشدوا لقدام ابتدينا الحصه اللي فاتت بالمعده مش عايز كلام والمعده دي كانت الفانكس والبودي والبايلورس والديودرم. مين الحد الفاصل ما بين المعده والديودرم؟ انا ابتديت الحصه بينه وبمايو بينه وبمايو. الناس ما حضروش المره اللي فاتت انا هحاول اراجعها بسرعه كده. بينه وبمايو اللي كان بيوصل بين البايلورس والايه؟ والديودرم. مين اهم حاجه احكيله للمعده؟ اهم حاجه هتدير للمعده مين نايم على المعده هنا؟ اللافت لوب بتاع الليفر. كان هتدير انا براجع الحصه اللي فاتت هتدير للمعده اللافت لوب بتاع الليفر والقاعه دي ملبوسه القاعه دي ملبوسه فعايزين نعدي الحصه على خير. مفيش فيها بركه زي القاعه اللي فوق. بعد كده كنا بنبص على الاستومك بات كان بوستيريور ديليشن. كنا بنحفظكم الاستومك بات ازاي؟ أربعة على الشمال وأربعة بالعرض. مين الأربعة على الشمال عاملين ستومك بات؟ لفت كيدني، سبلين، لفت سوبرارينال، لفت كراس أوف دايفرام. مين الأربعة اللي بالعرض؟ أنا مش جايب الصمام صعب، كده حاجة صعب معلش. بعتذر والله بس معلش يا صبور. الأربعة اللي بالعرض اللي عاملين الستومك بات البنكرياس. مين فوق البنكرياس؟ الاسبلينيك ارتري، ترانسفيرس كولون وترانسفيرس ميزو كولون. كل دول كانوا عاملين الاستومك بات. انا براجع الحصه اللي فاتت. بعد كده كنا اتكلمنا على البلاس سبلاي بتاع المعده. ممكن نهدى عشان نركز في البلاس سبلاي بتاع المعده. كان في ارتري مهم هنا بيدي بلاس سبلاي للمعده كان اسمه ايه؟ اللافت جاستريك. اللافت جاستريك تمام؟ تمام. بص يا دانا عشان ما حدش يزعل صبور، صبوره تعالى كيسي مع دانا عشان انتي اطول. عشان لو عايزه تقعدي قدام هنا مش هشوف هي اقصر منك. انا مش عايز ازعل اي حد خالص. يعني هي عايزه تقعد قدام بس هي طويله فانا مش شايف منها، انتي قصيره. فتعالي انتي هنا وهي تيجي هنا. انتي مرتاحه؟ طب خلاص ماشي. انتي شيل ده بقى عشان ما حدش يقعد عليه خالص. انا مش عايز يا دانا اقعد. المكان هنا يبقى فراغ ومحدش يقول اشمعنى فلان قاعد هنا واشمعنى فلان ما عادش هنا، شيلناه خالص. ماشي. يلا. لا لا بصي هتقعد. يلا نبتدي الحزة. البلاس ابلاي بتاع المعدة، البلاس ابلاي بتاع المعدة. في ارتر اهو، في ارتر اهو بيدي بلاس ابلاي للمعدة هنا. ممكن نفسي دول لقدام. من هنا يا منال، منال ده كان اسمه ايه اللي بيدي بلس سبلاي للمعده ده؟ اللافت جاستر. اللافت جاستر كان طالع من ايه؟ من سيلياك ترانك، من سيلياك ترانك. بعد هنا كان في تحت ارتري بيدي بلس سبلاي للمعده كان اسمه الرايت جاستر. الرايت جاستر كان طالع من كومن ايه؟ هيباتيك. بعد كده كان في سبينك ارتري عدى في الاستومك بات. السبينك ارتري ادى الشورت جاستر ده الحصه اللي فاتت، والسبينك ارتري ادى كمان مين؟ اللافت جاستر ديبلويك فاسلز. وهنا كان في ارتري مغلفنا شويه بيدي برضه بلس سبلاي للمعده كان اسمه رايت جاسترو ديبلويك ارتري. ولو في ناس ما حضروش الحصه اللي فاتت يعني بنحاول نجمع اي كلمتين. الرايت جاسترو ديبلويك ارتري ده كان جاي من جاسترو ديودرال اللي هو النقط ده، والجاسترو ديودرال ده كان جاي في الاخر برضه من الكومان هيباتيك، والكومان هيباتيك كان جاي في الاخر برضه من مين؟ من سيلياك ترانك. ده البلس سبلاي بتاع المعده. عايزين ناخد ده كله نرميه فينس. فهنرمي ده فينس ازاي؟ الرايت واللفت جاستريك كنا بنذاكرها كده، الرايت واللفت جاستريك بيصبوا على مين شخصيا؟ على البورتال بين. الرايت واللفت جاستريك بيصبوا على البورتال بين، والاناتومي مذاكرته في البين تقيله، الاناتومي انت بتذاكره معايا في الحصه واحده واحده، بنقعد نحفظه وننساه وبعدين نحفظه وننساه وبعدين نحفظه وبعدين نعمل ايه؟ ننساه لغايه ما نوصل يوم اللجنه بس، يعني الاربع خمس اسئله نطرشهم كده وبعدين ايه برضه بنفضل ننساه. هو ده اوريه فين؟ في الاناتومي. الفهم فيه الحاجات اللي فيها عمليات بنحاول نشرحها وكده كل حاجه.
في حاجات فيها فهم طبعا بس مو ثلاث ارباعي حفظ يعني ما علينا. هناخد الرايت جاسترك واللفت جاسترك بين ونرميهم فين؟ في البورتال بين. هنرميهم في البورتال بين. الشورت جاسترك واللفت جاسترك بلويد عشان ليهم ارتري وليهم بين هنرميهم فين؟ في السبينك بين. الرايت جاسترك بلويد ده كان بيطلع عين اهلي كارتري فالرايت جاسترك بلويد برضه هيطلع عين اهلي انا كايه؟ كبين. هنرميه بقى في السوبيريور ميزنتريك احسن. هنرميه في السوبيريور ميزنتريك ايه؟ بين. كان في المعدة يهمني قوي 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 كسرتي كان انتم بتاع المعدة كان الحتة دي تهمني اللي هي الفري بوردر اوف وات لاس رومنتم. الفري بوردر اوف لاس رومنتم دي الحتة اللي هي في الهواء دي يا سليمان يا سليمان الحتة اللي في الهواء دي كان اسمها ايه بقى؟ هيباتو ديودرال ليجمنت عشان الحتة دي ما بين الديودرام ومين؟ والليفر. والحتة دي من لاس رومنتم كان ليها اسم لوحدها الحتة دي كان اسمها ايه؟ جاسترو هيباتيك ليجمنت. دي بقى الحاجات اللي ماشيه في الفري بوردر اوف لاس رومنتم دي نحبها قوي. كومن بايل دارت يا تقول هيباتيك ارتري بس يا تكمل جميلك وتقول هيباتيك ارتري بروبر ما تقولش كومن هيباتيك. لان كومن هيباتيك بعد ما انت جاسترو ديونال بقى اسمه ايه؟ هيباتيك ارتري بروبر. ومين ماشي في الفري بوردر اوف لاس رومنتم ده؟ البورتال بين. البورتال ايه؟ بين. الفري بوردر اوف لاس رومنتم ده كان عامل انتيريور باوندري للخرم ده اسمه ايه الخرم ده؟ ايبيبلوي فورامين او فورامين ايه؟ اوف وينسلو. وكذا مره اقولها لكم لو انا جيت هنا كده حطيت صباعي مين اللي قدامي؟ الفري بوردر اوف لاس رومنتم. لو حطيت صباعي ونخورت لجوه صباعي دخل جوه مين والعين جاله سيفير بليدنج ومات؟ اي بي سي. فبتير جوه الاي بي سي مدفوسه جوه تمام. لو حطيت صباعي هنا مين اللي فوقيا؟ لا مش كودريت لو كودريت لو كودريت لو بتاع ليفر سيجمنت واحد. لو حطيت صباعي تحت مين اللي هنا؟ الديودرام فيرست بار فيرست ايج. الخرم ده في الجراحه كان يهمني جدا ليه؟ لو بعمل اي عمليه في الليفر لو بعمل اي عمليه في المراره ولقيت العيان مره واحده خرج العيان خرج دم مؤقتا عشان اعمل كنترول للبيزي واعرف السكتور الباسل يعني اشوفه بعينيا وايه؟ واربطه. كنا بنعمل مانوفر اسمه برينجل مانوفر ان انا ادخل صباعي هنا وما بين السبابه والابهام اروح ماسك مين؟ الفري بوردر اوف لاس رومنتم. انا كده قفلت مين عن الليفر؟ الهيباتيك ارتري وقفلت مين؟ البورتال بين. فالبيدنج اللي فوق هيقل فلما البيدنج اللي فوق انا اسف لما البيدنج اللي فوق هيقل بقدر اشوف الباسل واقويه ايه؟ او اخيطه بعناية يعني دي حاجه تمبرري وليست حاجه ايه؟ بيرمنت يعني مش هسيب صباعي كده العمليه خلصت صباعي ده بس بيمسكهم بس حاجه ايه؟ تمبرري. والمانوفر ده كان اسمه برينج المانوفر. وساعات كان هنا بيسالوا سؤال جميل جدا يقول لك لو العيان بعد ما تعمل برينج المانوفر لسه بينزف يبقى الدم غالبا جاي منين؟ من الباتيك بيز. الدم جاي من الباتيك بيز. والناس اللي شرفونا او ما شرفوناش يعني وغابوا الخميس اللي فات اللي كانت حصه مهمه الحصه بتاعت النهارده انترميديت الحصه بتاعت يوم الخميس اللي جاي دي اهم من الخميس اللي فات اللي هي ختام الاناتومي وهتبقى صعبه جدا الاناتومي بتاع الانوريكتال الاناتومي بتاع الانوريكتال تمام اللي انتوا حتى ما فهمتوش في سنه ثانيه فبليز بقول من دلوقتي اهو بليز يعني بليز ما حدش يغيب امتى؟ ان شاء الله يعني ما حدش يغيب الخميس اللي جاي سامع يا بسنتي حبيبتي؟ سامع يا سليمان؟ الناس اللي غابوا يا ريت ما حدش يغيب الخميس اللي جاي. ما علينا انا كده رجعت بسرعه الاناتومي بتاع مين؟ رجعت الاناتومي بتاع مين بسرعه؟ المعده. هنراجع الاناتومي بتاع مين دلوقتي؟ الليبر. هنراجع الاناتومي بتاع الليبر. الليبر زمان كان بيتقسم لرايت لوب كبير ولفت لوب صغير زي ما خدنا عشان الليبر كان مشوه من قدام ومشوه من تحت ومشوه منين؟ من ورا. مين اللي شاهه من قدام؟ الفالسيفور. مين اللي شاهه من تحت؟ راوند ليجمنت. لسه في راوند ليجمنت في الجراحه برضه في راوند ليجمنت. مين اللي شاهه من ورا؟ الفيشر فور ليجمنت مين؟ جلوزا. فزي ما انتم شايفين الليبر اهو رايت لوب كبير ولفت لوب ايه؟ صغير. مين جه ضرب كورس في الكولومبو في الكلام ده؟ لا لازم تبقوا عارفين اسمه. بالفرنساوي. كوني. كوني. كوني ده اللي هو بالفرنساوي راجل عالم فرنساوي يعني جه ضرب كورس فين؟ في الكولومبو. جه ضرب كورس في الكولومبو وقال لك الليبر ما بتقسمش لرايت لوب كبير ولفت لوب صغير. الليبر ركزوا معايا بتقسم تو ايكوال لوبس. وجاب خط وهمي
الخط الوهمي ده كان اسمه ايه؟ الخط الوهمي ده كانتيلي، كان اسمه كانتيلي. الخط ده عدى على اي بي سي، والخط ده عدى على مين؟ على الجول بلادر. اهو خط وهمي اهو، والخط ده قسم الليفر لتو ايكوال لوبس. بعد كده في يوم من الايام طلع كونيدا بيفهم ان الخط الوهمي ده طلع فيه حاجه بتعدي فيه. مين بيعدي بالخط الوهمي ده؟ الميدل هيباتيك فين. يبقى اكتوري الميدل هيباتيك فين هو اللي بيقسم الليفر لرايت لوب قد مين؟ قد اللفت لوب. هناخد بقى اللفت لوب، هناخد اللفت لوب. لما خدنا اللفت لوب لقينا اللفت هيباتيك فين اهو. اللفت هيباتيك فين ده، اللفت هيباتيك فين بيقسم اللفت لوب لجزء لاترال وجزء ميديال. يبقى اللفت هيباتيك لوب اتقسم لاترال وميديال. هندخل بقى على الرايت لوب. الرايت لوب لقينا رايت هيباتيك فين، الرايت هيباتيك فين بيقسم الرايت لوب لجزء انتيريور وجزء بوستيريور. وكده اللي قسمنا الليفر لتو لوب، وكل لوب قسمناه تو سيكتورز، يعني اللفت لوب لاترال سيكتور وميديال سيكتور. والرايت لوب اتقسم ازاي؟ انتيريور سيكتور وبوستيريور سيكتور. والليفر كده بقى كام سيكتور؟ اربعة سيكتور. هناخد كل سيكتور من دول بقى ونقسمه كام سيجمنت؟ اثنين سيجمنت، اثنين سيجمنت. بقى الرايت لوب اهو، الرايت لوب هو سيجمنت خمسة وستة وسبعة وثمانية. الرايت لوب. اهلا بندوتات، ازيكم؟ عاجبكم الستوري تمام؟ ينفع تطفي التسجيل دي واحدة؟ بكتب الرقم على السبورة. لا هكتب الرقم على السبورة، هكتب الرقم على السبورة بس تمام؟ تمام. ايه قصة البنوتين دول كل مرة يقولوا يسلموا عليا؟ لا ماشي. لما الناس تسمع في التسجيل تتسلى شوية. لما تسمع تتسلى شوية. تمام. ايه؟ لا تسمعوا. في ناس قاعدة تسمع علم بس. وفي ناس قاعدة تسمع قصة. البنوتين دول سنة خمسة. هما سنة خمسة تمام؟ يبقى السنة اللي فاتت كانوا سنة كام؟ رابعة تمام؟ دول السنة اللي فاتت كانوا رابعة اي ام بي. مش رابعة مين ستريم، كانوا رابعة ايه؟ اي ام بي تمام؟ اكمل لكم القصة تمام؟ وبعدين البنوتين دول منهم بنوتة كنت بدي اخواتها ثلاثة. فده الجيل الرابع انا ايه؟ لا بدي يعني، انا عندي اخواتها الثلاثة اللي فوقي. فالبنوتين دول طلبوا في الاي ام بي براحة برايفت. فالمهم ايه؟ طبعا الجراحه برايفت كانت جي اي تي سنه رابعه، خدوا جي اي تي وخدوا البيدياتريك، خدوا تقريبا كل جراحه فين؟ في سنه ايه؟ رابعه تمام؟ وقعدت شغلت معاهم اربع شهور، خدت كام في الاربع شهور دول من البنوتين مع بعض؟ لا خدت مبلغ ده. لا مش كتير على فكره. ده مش من كل واحده، ده منين؟ قعدت اربع شهور معاهم. تمام. حبيبي ده مش من كل واحده. لا مش من كل واحدة، ده يعني هما الاثنين على بعض، هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين على بعض، هما الاثنين على بعض يا ابني. كتبنا المبلغ على السبورة. ايه؟ ما علينا تمام. وامتحنوا براحة، السيمستر الأولاني، وامتحنوا براحة السيمستر ايه؟ الثاني. بعد كده عملوا ايه بقى بعد ما خلصوا براحة؟ حولوا على مين؟ على المين ستريم. هيقول انت بقى السنه ايه اللي جايه؟ وانتوا عارفين ان انا جنتل يعني. هيجوا السنه الجايه، انتوا عارفين ان انا جنتل. فبعد ما اكمل لكم القصه، وطبعا بعد ما خدت المبلغ ده كده ملوش اي لازمه ان انا كده العيال حولت ايه في الاخر؟ من ستريم. بس انا اشتغلت تمام؟ فانا طبعا جنتل، فعرضت على الاب هنا وعرضت على الاب هنا ان انا اعمل ايه؟ اراجع الفلوس كامله. وعيبوا تمام؟ هما بقى الاب هنا والاب هنا ما رضوش ايه طبعا يرجعوا الفلوس يعني.
فذوق طبعا اللي هم قالوا لي حضرتك انت خلاص اوريدي اشتغلتي اشتغلتي ميم وتعبت وبقالك تقريبا 3 4 شهور كل شويه بتجي لنا البيت وبتاع. فالمهم قلت له خلاص فيبقى لما تكون السنه السادسه هتكون براحه يبقى بلاش بقى عشان ايه نعوض يعني البتاع. ومن ساعتها والبنوتات دول كل ما في حصه مشتركه هنا في السنتر لازم يدخلوا يسلموا ايه؟ عليا يعني. كانت قصه مؤثره جدا بصراحه. قصه مؤثره جدا. قصه مؤثره جدا يعني. يلا. يلا. يلا نكمل الليل. نكمل الليل بقى. يلا يلا اوعى تكوني صورت العصفورة. يلا ما عليك. بعد كده نيجي للرايت لوب. الرايت لوب اهو. يلا الرايت لوب هو مزيج من كام؟ 5 و6 و7 و8. 5 و8 هما الانتيريور، 5 و8 هما الانتيريور، و6 و7 هما الايه؟ البوستيريور. يعني برضو كنت بقولها لكم المرة اللي فاتت، لما يجي الهيباتيك ارتري يدخل الليفر يتقسم رايت وايه؟ ولفت. الرايت هيباتيك ارتري تقسم ميديال ولاترال؟ لا. الرايت هيباتيك ارتري تقسم ازاي؟ انتيريور وبوستيريور، لان الليفر مقسوم على اليمين انتيريور وايه؟ وبوستيريور. نيجي بقى لللفت لوب اللي فيه شويه لبش. اللفت لوب فيه شويه لبش، ايه اللبش اللي في اللفت لوب؟ ان اللاترال سيجمنت او اللاترال سيكتور انا اسف هو سيجمنت كام؟ 2 و3. 2 و3 هما اللي لاترال، ولاترال يعني بره الليفر. تمام. سيجمنت 4 طول عمره فرحان بنفسه. ليه سيجمنت 4 طول عمره فرحان بنفسه؟ ايوه طلعنا يا حضرتك الحصه اللي فاتت. انا سيكتور، انا سيجمنت، انا سيكتور، انا سيجمنت. ده كل اللي عارفينه في الاناتومي ان سيجمنت 4 ده سيكتور وفي نفس الوقت ايه؟ سيجمنت. ما فيش حاجه مشتركه معاه. سيجمنت 4. مين كان معاه وشالوه؟ واحد. واحد كان مع 4 بيعمل الميديال سيكتور وشالوه. ليه واحد بقى شالوه؟ لان سيجمنت 1 الناس اللي ما عندوش المره اللي فاتت سيجمنت 1 بيصبوا فين دايركتلي؟ في الاي بي سي. حلو قوي الاناتومي. بيصبوا في الاي بي سي. بعد كده سيجمنت 1 بره التقسيمه، لان التقسيمه قايمه على مين اساسا؟ على الليباتيك ايه؟ بينز. وطلع حاجه اسمها الكوديت لوب او سيجمنت ايه؟ 1. يعني سيجمنت 1 لو حب يعمل لنفسه اغنيه هيعمل ايه لنفسه الاغنيه؟ انا سيجمنت، انا لوب. لا سيجمنت 1 عنده اغنيه اقوى. سيجمنت 1 شهاده في انا اللي بغني. سيجمنت 1 عشان اغني تاني. سيجمنت 1 يعتبر اسمه كوديت لوب وليس كوديت سيجمنت. يعني ساعات يقول لك الليفر ده رايت لوب ليفت لوب وايه كمان؟ كوديت لوب. فالاغنيه بتاع سيجمنت 1 هتبقى ايه؟ انا سيجمنت، انا لوب، انا سيجمنت، انا لوب. 4 انا سيجمنت، انا ايه؟ انا سيكتور. نيجي بقى للاسئله المهمه في الام سي كيو. الرايت هيباتيك فين؟ نركز مع بعض. الرايت هيباتيك فين؟ الرايت هيباتيك فين؟ هيدرين سيجمنت كام؟ الرايت هيباتيك فين؟ ده سؤال عايزين اجابه. 5 و6 و7 و8. الرايت هيباتيك فين؟ 5 و6 و7 و8. اللفت هيباتيك فين؟ مش عايز كلام عشان الحته دي سخيف. اللفت هيباتيك فين كان المفروض يدرين 2 3 4. بس اللفت هيباتيك فين بيدرين كام؟ 2 3 بس. 4 طول عمره منشط. 4 طول عمره منشط، تمام؟ الميدل هيباتيك فين بقى على الرسمه؟ الميدل هيباتيك فين بيدرين سيجمنت كام؟ 4 5 8. 4 5 و8 ده اللي بيعملوا درينج الميدل هيباتيك ايه؟ فين؟ مين اصعب حته كانت الحصه بتاعت امبارح او الحصه اللي فاتت ما عجبتكمش او ما جاتش على هواكم؟ البيريريا. حته البيريريا بتاعت الليفر ما كانتش حلوه، فالبيريريا ناس كتير صوروها وناس كتير نزلوها كتر الف خيركم يعني. البيريريا ممكن تفهم كده. ده الليفر اهو. ده الليفر اهو. تمام؟ وده البروتونيال ريفلكشن جاي كده. البروتونيال من اللي فوق او اللي قدام جه عشان يغطي الليفر يعمل فيسرال ايه؟ بروتونيوم. جاي يعمل فيسرال بروتونيوم. لو البروتونيوم ده قابل بعضه كده، لو البروتونيوم قابل بعضه ما كانش في حاجه اسمها وط بيريريا. بس اللي حصل ان البروتونيوم وهو جاي بيتحرك ادي كده ليف اهي، البروتونيوم جه وراح لف كده، فلفت البروتونيوم من ناحيتين عملت هنا في النص وط البيريريا. والحته دي سموها ايه؟ كورونري ليجامنت. والحته دي سموها وط كورونري ليجامنت. واحد انتيريور وواحد بوستيريور.
تمام. والحته دي برضو ما عجبتكمش اول مره اللي فاتت، الليفر مش معمول كده، الليفر محطوط في جسمنا كده بعوجه، فطالما الليفر محطوط بعوجه فالسوبيريور كوروناري، السوبيريور كوروناري اللي ماسك فين الدافرام هيبقى انتيريور، والانتيريور او البوستيريور كوروناري اللي هو من ورا ده البوستيريور كوروناري اللي ماسك برضو فين الدافرام هيبقى انتيريور شويه. عشان كده السوبيريور كوروناري هو الانتيريور والبوستيريور كوروناري هو الانفيريور. لو عدلنا الليفر كده هيبقى مفيش سوبيريور وانفيريور، لو عدلنا الليفر كده هيبقى انتيريور وايه البوستيريور بس. بس عشان الليفر محطوط بعوجه فالانتيريور هو السوبيريور والبوستيريور هو مين الانفيريور كوروناري ليجمنت. والبريريا بتاعت الليفر ما بين الكوروناري ليجمنت والكوروناري ليجمنت دي مثبته الليفر فين في الدافرام. بعد كده في بروتونيال ريفلكشن ثانيه اهي برضه بثبت الليفر في الدافرام اسمها ايه فولز دي مثبته الليفر في الدافرام برضه ترانجلو ليجمنت ترانجلو ليجمنت. ففي اربع حاجات مثبته الليفر في الدافرام، الانتيريور كوروناري والبوستيريور كوروناري والرايت ترانجلر واللفت ايه ترانجلر. كل الحاجات دي احنا بنقطعها في العمليه لو عايزين اللوف ينزل لتحت. يعني عشان اعمل لفت هيباتيكتومي لازم اقطع مين؟ لو بعمل لفت هيباتيكتومي مين تقطع اللفت ترانجلر، لو بنعمل رايت هيباتيكتومي مين تقطع الرايت ترانجلر. وتقريبا الحصه كده بتاعت المره اللي فاتت خلصت صح ولا انا غلطان؟ تمام. لا فاضل برافو جدع سامي. بعد كده كنا اتكلمنا على كلمتين على مين المره اللي فاتت برضه عشان نخلصه النهارده البنكرياس. تمام البنكرياس. البنكرياس اللي هو كان هيد ونك وبودي وتيل وما كانش يهمني في البنكرياس الانتيريور ريليشن مهم خالص، كان يهمني في البنكرياس مين؟ البوستيريور ريليشنز. وزي ما قلنا كده انا اللي مسؤول عنكم في الاناتومي، في الاناتومي ما حدش يذاكر غير الكلام اللي بيطلع من بوق ده، انا هذاكر اناتومي اساسا في البيت. تمام الكلام اللي طالع من بوقي بليز هو اللي يذاكر، وانا عارف التريكات او يعني بالخبره كده في كام تريك هم بيسالوا عليها، فبليز لو سمحت الكلام اللي من بوقي هو اللي بيذاكر. مين ورا الهدو بنكرياس؟ وعشان نشوف الهدو بنكرياس لازم كنا بنفتحها كده اول منظر اهو كده. عملنا ايه في الهدو بنكرياس؟ قلبناها كل ده الحصه اللي فاتت والله. وليه بعيد الحصه اللي فاتت؟ عشان الاناتومي ما بيجيش غير كده. الهد عملنا لها اكسبوجر فبان حاجات ورا الهد. يميني ورا الهد الاخضر ده، مين الاخضر ده؟ كومبايل داكت ورا الهد. يميني ورا الهد كمان الاحمر ده، الاحمر ده مش الكومن هيباتيك ارتري، الكومن هيباتيك ارتري انا اللي بقول اهو كان ماشي جنب كومبايل داكت في الفري بوردر بريس رومنتم. انما الكومن هيباتيك داكت ما مشيش جنب الكومبايل داكت تحت، قد ابنه مشي جنب الكومبايل داكت عند الديودرم والبنكرياس. مين ابنه بقى اللي نزل كمل المشوار مكانه؟ الجاسترو ديودرم. في ناس من اللي قاعده مش فاهم انا بقول ايه، في ناس من اللي قاعده مش فاهم انا بقول ايه، وفي ناس فاهم انا بقول ايه. تمام نحاول نجيب رسمه ثانيه دي ظريفه. ده الفري بوردر اوف وات لازرومنتم في مين؟ الكومبايل داكت الهيباتيك ارتر بروبر ومين؟ والبورتر جيت. الثلاثه دول نزلوا على الفيرست بارت بتاع الديودرم. تمام بس الكومن هيباتيك ما نزلش، لان الكومن هيباتيك طلع او البروبر هيباتيك طلع ليه؟ لفوق. بعد مين مكانه يمشي هنا معاهم بدلهم؟ جاسترو ديودرم. فورا الفيرست بارت بتاع الديودرم ركزوا معايا، ورا الفيرست بارت بتاع الديودرم الكومن بايل داكت والبورتال فين والجاسترو ديودرم مكان مين؟ الجاسترو ديودرم مكان مين؟ مكان الهيباتيك ارتري. الثلاثه دول نزلوا تحت ورا مين؟ ورا البنكرياس. الثلاثه دول نزلوا ورا البنكرياس. بس لما نزلوا ورا البنكرياس البورتال فين جه عند النك، البورتال فين جه عند النك، ومين فضل ورا الهد؟ الكومبايل داكت. ومين تاني فضل ورا الهد؟ الجاسترو ديودرم. ما هو الثلاثه ورا الفيرست بارت بتاع الديودرم، يبقوا الثلاثه هينزلوا ورا البنكرياس. بس في حاجه ورا النك البورتال فين ورا النك، وفي حاجه ورا الهد، مين اللي ورا الهد تاني؟ الكومبايل داكت والجاسترو ديودرم. يعني لما جينا عملنا الهد كده وكشفناها اهو، بان مين اهو؟ مين الاخضر ده؟ كومبايل داكت. كومبايل داكت. مين الاحمر ده؟ ده الجاسترو ديودرم. والاناتومي تحب الناس تبقى فايقه، الاناتومي يحب الفايق ها؟ يبقى فايقين في الاناتومي بعد ماتش تونس، الاناتومي يحب الفايق ها؟ ركز في الاناتومي. اي سرحه كده ولا كده بتلاقي نفس الاناتومي ايه؟ عمال اقول وطار. تمام؟ لا مش عيد يا سامسونج. انا مش فاكر ان تيتي ام بتعيد.
تمام اهو. ورا الهاتو البنكرياس يهمني قوي البغل ده. مين البغل ده؟ الاي بي سي. ويهمني الاثنين اللي صابين بالاي بي سي. مين الاثنين اللي صابين بالاي بي سي؟ الرايت رينال واللفت رينال. كنت بحفظكم فيها حاجه جميله قوي قوي في البنكرياس. ورا كل جزء من البنكرياس ارتري باغل بالظبط. ورا كل جزء من البنكرياس ارتري باغل بيساعدني في الريليشن. مين الباغل اللي ورا الهد؟ الاي بي سي. الباغل اللي ورا الهد الاي بي سي. مين الباغل اللي ورا الناكو البنكرياس؟ بورتال بي. ورا الناكو البنكرياس كان في حدث تاريخي. مين الحدث التاريخي اللي ورا الناكو البنكرياس؟ الاستيريك. عصبين الاستيريك عملوا مين؟ بورتال بي. دور ورا الناكو البنكرياس. مين الباغل اللي ورا البودي والديل نفسه؟ الاورطة. ورا البودي والديل في الاورطة وفي اوريجين وباسل هناخده النهارده. الاورطة وبتدي مين ورا البودي والديل بتاع البنكرياس؟ السيليا سوري السوبريم سنتريك ارتري. السوبريم سنتريك ارتري في الاوريجين بتاعه المعلومة دي مهمة. السوبريم سنتريك ارتري في الاوريجين بتاعه طلع ورا مش مهم نتابع من الورق كل ده تابعناه من الورق الحصة اللي فاتت. السوبريم سنتريك ارتري في الاوريجين بتاعه طلع ورا البودي والديل برضه. طيب ورا البودي والديل في تو فينز بالعرض. واحد شفناه في 60 مليون مره. اللفت رينال. اللفت رينال بين وورا البودي والديل برضه الاستينيك بين. الاستينيك بين وده كنا خدناه في الاكيوت بنكرياتيتس. لما بيحصل اكيوت بنكرياتيتس مين البين اللي ورا البنكرياس على طول فممكن يحصل فيه ثرومبوزز. الاستينيك بين يحصل فيه ثرومبوزز يحصل فيه هيمورج. ولفت سكتوريال بورتال هايبرتنشن ده الاستينيك بين ممكن يحصل فيه ثرومبوزز. ورا البودي والديل بتاع البنكرياس برضه في ستراكشر مهم قوي 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 قوي. لما بيحصل له ستيميليشن في البنكرياتيتس بيعمل بارليتيك ايليس. مين هو؟ لفت سيمباثيك شيل. جدع. ورا البودي والديل بتاع البنكرياس برضه كان في عضلتين مش مهمين. مين العضلتين اللي مش مهمين؟ لفت كراس اوف ديافرام ولفت ثوراس مش مهم. ورا البودي والديل بتاع البنكرياس في الكيدني وفي الادرينال. في الكيدني وفي الايه؟ الادرينال. وده كان يفرق معايا في حاجه مهمه او كان بيجي سؤال كده مهم وانا بكرر في الاسئله. وانا بعمل لفت ادرينالكتومي وانا بعمل لفت ادرينالكتومي عورت فايتال ستراكشر قدام اللفت ادرينال. مين الفايتال ستراكشر اللي حضرتك عورته قصاد اللفت ادرينال؟ البنكرياس. تمام البنكرياس. ده كان الريشيو بتاعت البنكرياس. اخر حاجه كنا ختمنا بيها الحصه البلو سبلاي بتاع البنكرياس. البلو سبلاي بتاع البنكرياس. والبنكرياس بودي قلت له بلود سبلاي والهيد فيها وات؟ بلود سبلاي. البودي والديل سبلاي من ارتري ماشي فوق البنكرياس. مين الارتري ماشي فوق البنكرياس؟ سبلينك ارتري. يعني سبلينك ارتري فوق البنكرياس بس السبلينك فين؟ فين؟ ورا البنكرياس. والسبلينك ارتري اللي معدي على البنكرياس ده كان بيدي بنكرياتيك برانشز للبنكرياس اهو. كان واحد منهم كبير والكبير كان اسمه ايه؟ بنكرياتيكا ماجنا. كان اسمه بنكرياتيكا ايه؟ ماجنا. تمام؟ ده كان بيدي بلس سبلاي للبنكرياس. الهاد بتاعت البنكرياس والديودرم لو تفتكروا كان ليهم نفس البلس سبلاي. الهاد والديودرم ليهم نفس البلود ايه؟ سبلاي. كان في تو ارتريز في الزنور هنا. الارتري في الزنور اللي فوق كان اسمه ايه؟ سوبيريور بنكرياتيكو ديودرم. كان اسمه سوبيريور بنكرياتيكو ديودرال. وسوبيريور بنكرياتيكو ديودرال ده جاي من الجاسترو ديودرال. والجاسترو ديودرال جاي منين؟ من الكومن هيباتيك. والكومن هيباتيك جاي منين؟ من سيريال ترام. وفي برضه حاجه كنت قلتها لكم المره اللي فاتت بتتفهم. هو المفروض السوبيريور بنكرياتيكو ديودرال يدي بلس سبلاي لغايه فين في الديودرال؟ لغايه اخر في الديودرال بيتحول من فور جات لميت جات. من سيريال ترام بتاع الفور جات. الديودرم بيتحول من فور جات لميت جات فين؟ في داخل الامبولا وبدري. يبقى السوبيريور بنكرياتيكو ديودرال لازم يحترم حدوده. السوبيريور بنكرياتيكو ديودرال بيدي بلس سبلاي للديودرم لغايه الامبولا وبدري. ليه بقى ارتري من تحت؟ مش هنسميه سوبيريور، هنسميه وات؟ انفيريور بنكرياتيكو ديودرال. والانفيريور بنكرياتيكو ديودرال ده من غير ما اذاكر، من غير ما اذاكر كده. ده انا كده دخلت في الميت جات. يبقى لازم الانفيريور بنكرياتيكو ديودرال يبقى جاي من انهي ارتري؟ بتاع الميت جات. مين الارت بتاع الميت جات؟ سوبريم سنتريك ارت. فالانفيريور بنكرياتيكو ديودرال ده جاي من السوبريور سنتريك ارت. وكنت ختمت الحصه بسؤال، كنت ختمت الحصه بسؤال فين الانستموزز
ما بين الارتري بتاع الفور جات والميد جات. And you get trigeminal anastomosis between the artery of the foregut and the artery of the midgut. Between trigeminal anastomosis between the celiac trunk and the superior mesenteric artery. هي الحته دي عند السفنكتر بودي هي الحته دي. الحته دي في الديودرم هنا في anastomosis ما بين السوبيريور بانكرياس والديودرم اللي تابع مين في الاخر؟ السيليك ترانك والانفيريور بانكرياس والديودرم اللي تابع مين في الاخر؟ السوبيريور مسنتريك ايه؟ ارتري. انا كده خلصت الحصه اللي فاتت. ده كده في 2 سليمان في الحصه تمام كده خلصت الحصه اللي فاتت رجعت الحصه عند سيتر بوت هي عند الحته دي مؤمن عند الحته دي في انستموزس ما بين الارتري اللي فوق والارتري اللي تحت بتاع الفور جات والميد جات ابتدي حصه النهارده ان شاء الله ربنا معاك اتكل على الله يلا صور النهارده قول له والله كنت براجع قعدت نص ساعه نعمل ايه نراجع الحصه اللي فاتت يا رب بس يبقى فايده الصبح احنا بدانا على حسب الهدوء وكل الاسئله وعدم بتاع الصبح ابتدينا 7:15 خلصنا 10:15 يعني لو مشينا بريك ده بالبريك لو مشينا بريك بتاع الصبح هنخلص الساعه كام 5:15 تمام احنا بادئين 7:15 مخلصين تمام ومش عارف ليه هل انتوا بتكرهوني قوي يعني اول حاجه بتسالوها هنخلص امتى يعني قبل ما هناخد ايه هنعمل ايه هنخلص امتى؟ ممكن نهدى كده هم حاسه النهارده خفيفه مشكله كلمتين نقولهم نحفظهم نتكل على الله. نفهمهم نتكل على الله. هبتدي الاناتومي حاسه بتاعت النهارده بالفايل دكت. هبتدي بالفايل دكت. حضرتك احنا خدناها مع النظري. خدناها مع النظري بس هرجع ارجعها تاني. وفي حاجات جديده هزودها طبعا. ده الليبر اهو ده الليبر اهو والبايل اتصنع فين؟ في الليبر بعد ما البايل اتصنع في الليبر مشي في الرايت هيباتيك دكت ومشي في الدكت اليمين دي اللفت هيباتيك دكت بعد كده البايل مشي في الكومن ايه؟ هيباتيك دكت بعد كده لو المراره ريلاكسنج مش عايز امامها البايل هنتقل للمراره لما العين كونتراكت لما العين كونتراكت وياكل فاتي ميل وياكل فاتي ميل فالمراره هتكونتراكت والبايل يمشي في السيستم دكت بالعكس والبايل ينزل يمشي في الكومن ايه؟ بايل دكت وفي الاخر البايل يصب هنا او الكومن بايل دكت بتتعب مع مين دي؟ لا ما اسمهاش بنكرياتيك دكت مين بنكرياتيك دكت ويعملوا حاجه اسمها فولا ايه؟ وباتر اللي قبليها اسمه ايه؟ فور جات واللي بعده اسمه وات؟ ميك جات ودي كومن بايل دكت الجون بايل دكت كان بيهمني شويه ارقام فيها كلكم عارفينها من نظري عادها بسرعه الجون بايل دكت طولها كام ان شاء الله كده من 7.5 ل 10 سم الجون بايل دكت من 7.5 ل 10 ايه سم ده طولها الجون بايل دكت كانت 4 بارت الحته اللي فوق الديودرم عارفينها سوبرا ديودرم وفي حته وات ورا الديودرم ريترو ديودرم اتفقنا الفيرست بارت اوف ذا ديودرم ورا مين الكومن بايل دكت وحته تحت الديودرم والحته اللي تحت الديودرم دي ورا مين؟ ورا الهدف بنكرياس لسه واخدينها حالا ورا الهدف ايه؟ بنكرياس تمام تمام والكومن بايل دكت دي في الاخر انترا ديودرم بارت صغير دخل جوه الديودرم اللي هو اكتولي اللي عمل مين الانترا ديودرم بارت ده؟ الانفولا قطر فالكومن بايل دكت ثلاثه بارت صح بس لو صح انها كام بارت؟ اربعه بارت دي كومن بايل دكت والكومن بايل دكت دي الدايمتر بتاعها برضو خدناه كان الدايمتر بتاعها من كام لكام؟ من 3 ل 8 مللي قال لكم في المعادله عرضه 10 بس غلط هو الدايمتر بتاعها من 3 ل 8 مللي متر بالظبط ولما تبقى اكتر من 8 مللي متر فالكومن بايل دكت بتبقى ايه؟ دايليتد كل الكلام ده احنا عارفينه في النظري هنا بقى هحكي لكم بسؤال جميل جدا 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 الكومن بايل دكت دي مين بيديها بروسوفال؟ بالعقل كده بالعقل كده هو مين الارتري اللي ماشي جنبها جنب الديودرم والارتري اللي ماشي جنبها جنب الهاتو بانكرياس الجاسترو ديودرم يعني هل تفتكروا ان البون بايل دكت دي يبقى ماشي جنبها الجاسترو ديودرم ما بيديهاش دي تبقى ايه ده ابو ايه وسفاله يعني فالمين بلس ابلاي بتاع كون بايل دكت الحته دي مهمه
المين بلس سبلاي بتاع كومن بايت اكس في الجزء ده كله. مين اللي فيها مين بلس سبلاي؟ الجسر الجدران. ووضع ان الجسر الجدران ده طلع تلات المانع جارتري مهم يعني. تمام. الجسر الجدران ده هو اللي بيدي مين بلس سبلاي لكومن بايت اكس. بيدي لكومن بايت ضغط برانشين برانشين بيمشوا جنبها عند الساعة 3 والساعة 9 على يمينها وايه؟ وشمالها. لو كان البرانشين دول هيمشوا عند كومن بايت ضغط قدام ورا ونعمل برانشين عند الساعة كام؟ 6:12 بس هم على يمين وشمال كومن بايت ضغط فبدون بلس ابلاي لكومن بايت ضغط تجليها عند الساعة 3 وجليها عند الساعة كام؟ 9 هو تو من ارتس كده من الجاتسو ديونال قد الكومن باي دكت جنبها. حسن السؤال من اللي انا قلته ده يا رب تعرفوا تجاوبوه. الدراسه طلعت بتاع كومن باي دكت سيجمنتال ولا تانجنشال؟ الدراسه طلعت بتاع كومن باي دكت سيجمنتال ولا تانجنشال؟ يعني سيجمنتال يعني تانجنشال يعني سيجمنتال يعني داخل كده وتانجنشال يعني ماشي جنبها كده. فالدوس سبلاي بتاع كومن بايت دكت تانجنشال. الدوس سبلاي بتاع كومن بايت دكت تانجنشال. لو قال لك الكومن بايت دكت فيها سيجمنتال دوس سبلاي معلومه دي صح ولا غلط؟ لا دي على مستوانا احنا والله كبيره لكن صدقني مش هقولها بس خليها في المعلومات. انا ممكن اقولها كده في عدة روايات يعني بس ليها اهميه عندنا طبعا. يعني لو قال لك مثلا concerning common bias doctor to accept the blood supply is segmental as coming from the gastroduodenum. معلومة دي صح ولا غلط؟ غلط. هو جاي من gastroduodenum بس blood supply مش what؟ مش segmental. blood supply tangential. طيب. بعد كده حاجة مهمة تانية. هو الgastroduodenum ده اتقسم ايه؟ الgastroduodenum اتقسم ايه؟ يدي النيلة جسر الجدران سميناها جسر الجدران ليه؟ عشان بيدي الجدران وبيدي الاستومك. بيدي الاستومك عن طريق برانش اسمه ايه؟ رايت جسرو ايبيبلويد. وبيدي الجدران عن طريق ارتري اسمه ايه؟ سوبيريور بنكرياتيكو ايه؟ الجدران. المين بلس سبلاي بتاع كومن باي دكت المعلومة دي مهمة. المين بلس سبلاي بتاع كومن باي دكت جاي من البوستيريور برانش اوف سوبيريور بنكرياتيكو ديودرن. يعني بالاخص ده يعني جاي من جسر ديودرن انتهايل. جاي من جسر ديودرن انتهايل. جاي من السوبيريور بنكرياتيكو ديودرن انتهايل وهايل. جاي من البوستيريور برانش بتاع مين؟ السوبيريور بنكرياتيكو ديودرن. انت كده روعه. ما كله في الاخر بيرمي على مين في الاخر؟ على جسر ديودرن. بس انا عايز اطلع مين من الجاسترو ديودرال اللي بيدي كومن بايل دكت. هل الرايت جاسترو بلويد ولا السوبيريور بنكرياتيكو ديودرال اللي بيدي كومن بايل دكت؟ السوبيريور بنكرياتيكو ديودرال ده اللي بيدي كومن بايل دكت. الانتيريور برانش بتاعه ولا البوستيريور برانش بتاعه؟ البوستيريور برانش بتاعه. من البوستيريور برانش. جايين من البوستيريور برانش. التو باسلز اللي ماشيين عند 3 و9 جايين من البوستيريور برانش اوف سوبيريور بنكرياتيكو ديودرال. يمكن دي المعلومه الجديده النهارده بالبلاس سبلاي بتاع مين؟ الكومن بايت دكت. بس كلنا عارفين انها 3 بارت، كلنا عارفين انها من 7.5 ل 10 سم، كلنا عارفين الدايمتر من كام لكام؟ من 3 ل 8 لان كلنا شاطرين حضرنا النظري او كلنا سمعنا النظري. بس انا برضو قلتهم يعني. فاضل مين في الكومن بايت دكت ما تدوش بلاس سبلاي؟ الحته اللي فوق. اللي هي اخر حته من كومن بايل دكت والكومن هيباتيك ايه؟ دكت. تفتكروا البلس سبلاي من فوق هيجي منين؟ هيجي من السيستيك ارتري والرايت هيباتيك واللفت هيباتيك. بس لو خيرك حاجه واحده السيستيك ارتري بيدي الكومن بايل دكت من فوق او الكومن هيباتيك دكت من فوق. الرايت هيباتيك بيدي، اللفت هيباتيك بيدي، الهيباتيك بيدي. المين بلس سبلاي من فوق والرايت هيباتيك. اللي هي فوق يعني من تحت الست دكت الملي وانت طالع. من تحت الست دكت الملي وانت طالع. البلاس سبلاي بتاع الحته اللي فوق دي
اللي هي حته من سفره ديدرال ومكمل لفوق. اعتبروها كومن انفاتيك دكت. اعتبروها كومن انفاتيك دكت. نقوم نرسمها لهم. حاضر. احسن ما عايزين اناتوميك اللاند مارك. مفيش اناتوميك اللاند مارك. هي بتتقسم لور فارت اند وات؟ سوبيريور فارت. البلوس سبلاي بتاع الحته دي كلها اهو. حلوه الحته دي كده. البلوس سبلاي بتاع الحته الزرقاء دي جاي منين؟ الرايت هيباتيك ميمري. سيفت كانتري ماشي. لفت هيباتيك ماشي. انما في الاخر هو جاي مني من وات؟ الرايت هيباتيك ارتري. ده البلوس سبلاي بتاع كومبايل دكت من فوق. لا رايت هيباتيك بيدي برانشات سبيسيفيك. رايت هيباتيك بيدي لكومن بايل دكت برانشات سبيسيفيك. المين بلس سبلاي بتاع كومن بايل دكت من فوق بتاع كومن هيباتيك دكت بتاع رايت وليفت دكت. المين سبلاي كله جاي من مين؟ رايت هيباتيك. مش عايز اكتر من كده. في برانشات من سيفتيك، في برانشات من هيباتيك، في برانشات من ليفت هيباتيك. المين بلس سبلاي هو مين؟ رايت هيباتيك. ده بلس سبلاي بتاع كومن بايل دكت. واول مره نتكلم عن البلوس سبلاي بتاع كومن بايل دكت ويميني تو ماسلز ماشيين على يمين وشمال كومن بايل دكت. يعني البلوس سبلاي بتاع كومن بايل دكت از وات تانجنشال وليس ايه سيجمنتال. هقول كلمتين عن المراره ارضاء لضميري. يعني كل الناس برضو عارفاها من نظري، بس طالما الناس بتاخد معايا اناتومي لازم نقول الكلمتين بتوع المراره. الناس اللي معايا في نظري عارفاهم بس هقولهم برضو. الحته دي اسمها ايه من المراره؟ فانتس. ودي اسمها ايه؟ بودي. ودي اسمها ايه الحته دي؟ اركان باوش. دي المراره. البلاس سبلاي بتاع المراره الرئيسي جاي منين؟ إيه؟ كلنا عارفين من السيستيك ارتري اللي بيدي المراره. والسيستيك ارتري ده برانش من انهي هيباتيك؟ رايت هيباتيك. المين بلاس سبلاي بتاع المراره السيستيك ارتري اللي جاي من رايت هيباتيك. بنضبطه في العمليه. والفينال دريل بتاع المراره هيرمي على مين طبعا؟ على السيستيك بين. والسيستيك بين مش هيصب في الرايت هيباتيك بين، لان الهيباتيك بين بتصب للليفر بس، فيبقى السيستيك بين هيصب في مين بدل الرايت هيباتيك ارتري؟ رايت بورتال بين. برافو عليك. السيستيك بين بيصب في الرايت بورتال بين وهو داخل الليفر. يبقى السيستيك ارتري بيلعب الرايت هيباتيك، انما السيستيك بين صب فين؟ في الرايت بورتال بين. طيب فاضل ايه في المراره؟ الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج بيبقى فيه ليمف نوده هنا زي ما فاكرين على السيستيك ارتري. كان اسمها ايه الليمف نوده اللي على السيستيك ارتري؟ اسمها سيستيك طبعا عشان هي على السيستيك ارتري. اسمها سيستيك ليمف نود اوف وات؟ لانت. لانت ال يو ان دي. سيستيك ليمف نود اوف لانت. وهسالكم سؤال اهبل. بعد ما المراره هترمي على السيستيك ليمف نود اوف لانت، هترمي مثلا على السيرفايكال ليمف نودز؟ هترمي على سيليا ليمف نودز؟ هترمي على ايه بالعقل كده؟ يعني المراره ترمي على مين قبل السيليا ليمف نودز؟ على بورتا هيباتس. المراره بعد السيستيك ليمف نود اوف لانت هترمي عند البورتا هيباتس. عشان كده قلت لكم في النظري، قلت لكم في النظري لو في كانسر جول بلادر، الكانسر جول بلادر ممكن يكون باعت لمين ليمف نودز؟ بورتا هيباتس. فانا كلمت على المراره ارتيريا سبلاي سيستيك ارتري. فينس درينج سيستيك بين. ليمفاتيك درينج سيستيك ليمف نود اوف وات؟ لانت. ده كلام سهل. الناس مستوعبه اللي هي ما حضرتش الكلام ده في النظري؟ شدوا لي حق عليا. الناس ما حضرتش الكلام ده في النظري مستوعبه؟ تمام. بعد كده نيجي على سبلاي بتاع المراره. عايز السنسوري سبلاي، وده له علاقه بالفيرتيتين. السنسوري سبلاي بتاع المراره من حتتين، فرينك نيرف وانتركوستال من 7 ل 9. فطالما السنسوري سبلاي بتاع المراره فرينك نيرف وانتركوستال من 7 ل 9، فعشان كده البين بتاع المراره بيسمع فين؟ ابيجاستريم من 7 ل 9 وراي شوكري. ده السنسوري. تمام. نيجي بقى على الفيجا سبلاي بتاع المراره. الفيجا سبلاي بتاع المراره. وزي ما اتفقنا نعدي الحته دي بسرعه، ده كان الاوسوفجاس. والاوسوفجاس كان على يمينه فيجاس اسمه ايه؟ رايت فيجاس. والاوسوفجاس كان على شماله فيجاس كان اسمه ايه؟ ليفت فيجاس. يعني لما نيجي ناخد الاوسوفجاس النهارده، مين على يمين الاوسوفجاس؟ رايت فيجاس. مين على شمال الاوسوفجاس؟ ليفت فيجاس. تمام؟ المفروض كانوا يبقى على يمين وشمال الايه؟ الاستومك. بس زي ما اتفقنا الاستومك لفت كده. الاستومك كانت كده
والاستومك لف كده. فلما الاستومك لف كده ده الرايت فيجاس اهو. ايه؟ بوستيريور. الرايت فيجاس جه بوستيريور. وده اللفت فيجاس. اللفت فيجاس جه بط؟ انتيريور. المراره بقى بتاخد من مين من دول؟ بتاخد من انتيريور فيجاس. اللي هو اساسا كان ايه؟ اللفت. الباراسمباثيك سبلاي بتاع المراره من لفت فيجاس. بيجي برانش المراره اسمه هيباتيك برانش. ومليون مره حتى بالنظر كنت بقولها المراره اورجان يمين ولا شمال؟ المراره اورجان يمين. بتاخد السبلاي بتاعها من اني فيجاس؟ الشمال. اللي هو اساسا وات؟ انتيريور. المراره بتاخد من فيجاس الانتيريور. تمام؟ تمام. يفضل ايه في المراره عشان نلم الليله؟ يفضل ايه في المراره؟ يفضل الكونجنتال انوماليز. المره اللي فاتت لو تفتكروا برضو كنا جمعنا الباسكولار انوماليز اللي في الليفر. فكركم بيها عشان كتاب الاسم كاتبها ومركز عليها يعني. مين اهم باسكولار انوماليز في الليفر؟ دي كنا اتكلمنا بيها القصه اللي فاتت. مين اهم باسكولار انوماليز في الليفر؟ اللي هو الليفاتيك ارتري ما يطلعش من السيليك ترانك. الكومة نيباتيك ارتري يطلع من ايه؟ من السوبيريور ميزنتريك ارتري. دي اهم باسكولار انوماليز في الليفر، ان الكومة نيباتيك ارتري يطلع من السوبيريور ميزنتريك ارتري. في انوماليز ثانيه، ده بكمل الحصه اللي فاتت. الانوماليز الثانيه، لا ده كل الكلام ده علينا. الانوماليز الثانيه ان الكومة نيباتيك ارتري طلع من السيليك ترانك عادي. بس الكومة نيباتيك ارتري ما اداش الرايت نيباتيك. الكومن هيباتيك ارتري قد مين؟ اللفت هيباتيك بس. قد اللفت هيباتيك بس. ده مين اللي ناقص هنا؟ الرايت هيباتيك ناقص. لو الرايت هيباتيك ناقص تطلع من مين شخصيا؟ من السوبريم سنتريك ارتري. يبقى وان اوف ذا فاسكولار انوماليز برضه في الليفر ان الرايت هيباتيك مش كل الكومن هيباتيك. الرايت هيباتيك طلع منين؟ من السوبريم سنتريك ارتري. طيب في انوماليا ثالثه؟ انوماليا ثالثه. ايه الانوماليا الثالثه؟ ان الكومانيباتيك طلع من السيليا بلانك عادي. وبعد كده الكومانيباتيك ادى الرايت هيباتيك. يبقى مين اللي ناقص؟ اللفت هيباتيك. ساعتها اللفت هيباتيك هنطلعه من مين؟ من اللفت جاستريك. اللفت هيباتيك ارتري لو مش هيطلع من السوبريم سنتريك. اللفت هيباتيك ارتري لو ما حب يطلع ببرانش مع نفسه بيطلع من اللفت جاستريك. بتاع مين اللفت جاستريك؟ بتاع سيريال ترانك بتاع الكعب. تمام؟ ده خدناه من المره اللي فاتت. دول كان اسمهم وات المره اللي فاتت؟ باسكولار انوماليز بتاعت الليفر. هل في انوماليز ثانيه؟ في راديال بس مش علينا. خلينا بس في ثلاثه ايه؟ انوماليز والسؤال الشهير وات از ذا موست كومن باسكولار انوماليز في الليفر؟ ان الكومن هيباتيك ارتري يطلع من ايه؟ من السوبيريور ايه؟ من الزنتريك ارتري. ده كان سليم مش جايب اي نص اي حاجه هنا. طيب ماشي، كل حاجه مكتوبه هنا. هنيجي للبيلياري انوماليز. تمام. بيلياري انوماليز طبعا كتاب الاسم كاتب 17 بيلياري انوماليز. مش هنذاكر 17 بيلياري انوماليز، هنذاكر الحاجات اللي عليها العين. بيلياري انوماليز. اول بيلياري انوماليز بيحكوها حاجه اسمها فريجيان كاب. فريجيان كاب يا دكتور. فريجيان كاب اكتبوا بيلياري انوماليز. اول انوماليز عندنا حاجه اسمها فريجيان كاب. انوماليز عندنا في المراره، يعني المراره من الاخر كده، جت فيها هنا كونستريكشن قبل الفانتس. فطالما فيها كونستريكشن قبل الفانتس فالمراره كانها عامله ايه؟ كانها لابسه كاب. في حته ضيقه في الفانتس فالمراره كانها لابسه كاب. فسموا المراره عندها حاجه اسمها وات؟ فريشن كاب. حاجه هبله يعني. بس انا مش قايل لي مين هو الفريشن كاب. كلنا هنلبس الكاب في الامتحان طبعا. ولا فاهمين اي حاجه ولا عارفين يعني هي الفريشن دي تبع المراره ولا تبع السبين ولا فاني حته في المنهج اساسا. فريجيان كاب. فريجيان ما بي اتش واي ار جي
اي ان. دكتور هيطلع في كل المرارة يعني ولا؟ حبيبي يعني ايه طلع في كل المرارة ازاي؟ يعني طلع في حتة الفانتس في الريستريكشن. فاكر حتة في الفانتس بالي كانها بورنيتو. الفانتس في الريستريكشن. فاكر حتة في المرارة بالي كانها ايه؟ بورنيتو. سهلة يعني. سهلة. دي انومالي عندنا. دي انومالي في المرارة. في تاني ايه انومالي في المرارة؟ لا ابسنت دي عادي بقى اي مره يورجن بيبقى نتكلم عن حاجات اللي عليها العين ان السيبتك ارتري سوري السيبتك دكت السيبتك لا دبل دي عادي السيبتك دكت اوبنز ان رايت هيباتيك دكت يعني السيبتك دكت دي السيبتك دكت دي مش فاتحه فين؟ في الكومن هيباتيك السيبتك دكت فاتحه فين؟ والرايت هيباتيك دكت. طبعا دي مصيبه. ليه مصيبه؟ اللي ممكن يجرب في العمليه كده بقى يطلب مين مكان السيستيك دكت غلط. الرايت هيباتيك. السيستيك دكت فاتحه في الرايت هيباتيك دكت. فجرب في العمليه بدل ما يربط السيستيك دكت ممكن يتنقل على العينه يربط مين؟ الرايت هيباتيك دكت. دي انومالي. انومالي ثانيه ان السيستيك دكت فتحه في الرايت هيباتيك. دي المرارة ودي السيبتك دكت. المفروض السيبتك دكت تفتح فين؟ في الكومن بايل دكت مع كومن هيباتيك. ما فتحتش في الكومن بايل فتحت فين؟ في الرايت هيباتيك. ايه بقى الانومالي الاخيرة؟ الانومالي الاخيرة ان السيبتك دكت اهي السيبتك دكت اهي فتحت في الكومن بايل دكت هنا فتح في الكومن بايل دكت فين؟ تحت 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 فين الله اعلم؟ في الريترو ديونال بارت في اخر حته من السوبرا ديونال بارت في الانفرا ديونال بارت فتح في الكومن بايل دكت من تحت. تحبوا نسمي الانومالي دي ايه؟ برافو عليكم عبدالله. ايه؟ الدكتور قالها في المحاضره تمام لو انسرش. طب انا اهميتها ايه يا سمر؟ ايه اهميتها بقى؟ مين اللي قالها في المحاضره؟ دكتور اشرف؟ تمام لو انسرشن اوف كومن بايل دكت دي مهمه قوي. طب ادي اهميتها دكتور اشرف. ليه انت ولا هو اللي بفتح لك ليه انت ستريس؟ لو انسرشن اوف سيبتك دكت سوري انا اسف. حلوه اول مره اسالك حاجه مفيده كده. لو انسرشن اوف سيبتك دكت حبيبي قلبي لو انسرشن اوف سيستك دكت. انا عندي ابن اسمه رفيق والله. لو انسرشن اوف سيستك دكت. رفيق هاني رفيق. لو انسرشن اوف سيستك دكت. دي مهمة جدا. مهمة جدا. بيحبها قوي في البيلر يعني هما دي لو انسرشن اوف وات؟ سيستك دكت. يعني لو خدتوا بالكم هي مرة لو انسرشن ومرة ايه؟ هاي هاي فتحت في مين؟ رايت هيباتيك. تمام؟ هقول لكم لو انسرشن اوف سيستك دكت بس ابوس ايديكم حاولوا تفهموها. ولا صعبه؟ ما انا لسه ما قلتش. هقول حاضر. هقول حاضر بس هنحاول نفهم. اهميتها في ايه؟ اهميتها بالذات في الكانسر هات بنكرياس. اهميتها في الكانسر هات بنكرياس. لان الكانسر هات بنكرياس بيقفل ايه؟ مين دي؟ الكانسر هات بنكرياس لو ريسكتبل بيقفل طبعا ريسكتبل لو ريسكتبل بس انا عايز اتكلم على اللي هو ايه ريسكتبل. كانسل هات بنكرياس بيقفل الكومن بايل دكت. ولما كانسل هات بنكرياس كان بيقفل الكومن بايل دكت والتيومر انسكتبل. كنت باي باس هيم ازاي او باي باس ايت ازاي؟ كنت باخد مين اللي بعد هنا؟ الجوجرا. كنت باخد الجوجرا وصله مين؟ في الجول بلاتر فاعمل وات؟ كولسيستو جوجلوستومي. او كنت باخد الجوجرا واوصله مين من فوق؟ في الكومن هيباتيك دكت واعمل هيباتيك واي جوجنورتو. انا بتكلم على اللو انسرشن بتاع السيستك دكت. لو في لو انسرشن اوف ذا سيستك دكت مع وات الريسكتبل كانسر هات ايه؟ بنكرياس. ما ينفعش اعمل كولسيستو جوجنورتو. ما ينفعش اوصل مراره بجوجنورتو. ليه؟ لان اكتولي التيومر هيقفل السيستك دكت.
التيومر يقفل السيست ده المره مش حاجه ليها اساس طيب المره ما فيهاش باي لما التيومر يقفل السيست ده المره مش هيبقى فيها باي فلو عملت وصله ما بين مين ومين المراره والايه والجوجلا مش هجيب باي لان المراره اكل ما فيهاش باي لان البايت جاي يدخل المراره مش عارف ليه البايت جاي يدخل المراره مش عارف لان التيومر قفل مين السيست ده البايت بيعدي كده الاول البايت بيعدي كده البايت جاي يدخل مرارة مش عارف البايت جاي يدخل مرارة مش عارف لان التيومر قافل السيستك داكت فلو انسرشن سيستك داكت دي بتقابلنا بس مشكله في عمليات مين بتقابل لنا بس مشكله في عمليات الايه الكانسر ات باكرياس لو ناوي اعمل وط كوريسيستو جيستروستومي مش هعرف ولو الدكتور اشرف قال حاجه اقوى من كده ما فيش مانع ان انا اتعلم منه برده مش هزعل طبعا الواحد يقعد يتعلم لغايه ما يموت بس دي معلوماتي اللي انا اتعلمتها من اساتذتي ان لو انسرشن سيستك داك كونترا انديكيتد تعمل وات كوليسيستو جيستروستومي لو عندك ريسكتبل كانسر هات بنكرياس لان المراره اكتر زي ما انتم شايفين على الرسمه التيومر في السيستك داك فالمراره مش جايه لها ايه طبعا باي فرصتك الوحيده اتفضل يا محمد يا ابني المراره كلها بسد المراره كلها بسد مش جايلها بايت المراره مش هجيلها بايت البايت هيجيبه من كومن هيباتيك داكت من فوق المراره هنا بتبقى فاضيه يعني اكوردنج لبروفازيرو مش هتبقى دايليتد لان مفيش فيها بايت هيدخل يعني دي من ضمن الاكسبشن بتاع بروفازيرو المراره ممكن ما تبقاش دايليتد حد عايز يسال ولا اكمل؟ هو ليه الناس بتخرج كتير النهارده؟ اعمل ايه؟ لما اتكلموا عطف انا مدام احلام واللي هنا وليد يا مدام احلام وليد مدام احلام وليد تعالى شغل التكييف ده شغل التكييف ده طب هنشغلوه بالزوار شكرا يا وليد شغلوه شويه كده بس يظبط القاعه ونقفله تاني بيجيب برد شغلوه شويه نظبط القاعه ونقفل الشغل وليه شوف كده الشغل ولا لا خمس دقايق يعني شويه وشويه لا مش هينفع لو فيه عشان ده حجم عليا انا انا اللي هيجيلي برد لا حلم عليا انا ان شاء الله ده دكتور وليد بيحب التكييف فوق دماغه مش انا والله انا عايز التكييف هو حرمه لحد طفاه الصبح يعني احنا خدنا الناتو بتاع مين دلوقتي يعني يعني الحاجه الوحيده اللي خدناها من الصبح الايامين البيري 3 وحدت اللي هو ايه انسرشن هناخد الناتو اوف ذا سكرين الناتو اوف ذا سكرين ان شاء الله احنا بنخلص البيري ليفر مراره بنكرياس فاضل مين في البيري سكرين ده السكرين اهو يعني عنده بصرف الجلد زي مومن ايه السؤال اللي انت بتساله ده يا مومن ايه السؤال ده يا مومن افضحك دلوقتي ما انا فضحته خلاص ما اكيد اللي انا عنده بصرف الجلد من الاول يا مومن لا وبصيت جامد على الصوره ايه مومن ده انت حلال يعني ده نسبين الصوره دي نسبين صفحه 23 الان طبعا هنا ركزوا معايا عنده سبينو ميجري عنده سبينو ايه
نركز مع بعض ربنا يخليك. والان عنده ايه؟ سبينو ميجري. السبلين محطوط في جسمنا كده بعوجة. السبلين محطوط في جسمنا كده اهو. اهو. محطوط في جسمنا كده. تمام؟ محطوط في جسمنا كده اهو. زي ايديا كده تمام؟ فالسبلين له تو سيرفيس. السيرفيس ده الاسم اللي اسمه فيسرال سيرفيس. فيسرال سيرفيس اللي هي الاورجن بتحط فيه. والسبلين الحته الحمراء السبلين دي من ورا اسمها ايه في السبلين؟ ده فراجماتيك سيرفيس. ده فراجماتيك ايه؟ سيرفيس عشان الديافرام عليه. يعني في الصوره دي اللي هي في صفحه 23 بصوا لي على السبلين. بصوا لي على السبلين. بصوا على السبلين اهو. اللي انتوا شايفينه ده مين؟ ده انهي سيرفيس؟ بصوا ده الفيسرال سيرفيس. ده الفيسرال سيرفيس. ومين اللي من هنا ده؟ ده فراجماتيك سيرفيس. ده ده فراجماتيك ايه؟ سيرفيس. هنتعرف الاول على ايه كاستراكشر. السبلين اورجان صغير جدا جدا جدا. عارفين حجم السبلين في جسمنا قد ايه بالظبط؟ لا قد دي بالظبط. قد البتاع اللي بيشاور بيها دي بالظبط. قد الماوس بتاع الكمبيوتر. السبلين النورمال حجم ما لهمش دعوه بالسبلين وميجالين. السبلين حجمه الطبيعي قد الماوس. قد الماوس بتاع الكمبيوتر ده الحجم بتاع السبلين. ده صغير جدا السبلين. السبلين اورجان صغير. السبلين اورجان صغير مش عايز كلام. اورجان صغير. اطواله بقى كام طالما اورجان صغير؟ 1-3-5. 1-3-5. زمان في الاناتومي لما كانوا بنذاكر السبلين كنا بنذاكره 1-3-5-7-9-11. فاكرين الارقام دي ولا نسيناها؟ 1-3-5 دي اللي هي مقاسات. 1-thickness. 1-3-5 انش. 3 انش وايدز. 5 انش لانس. عارفين يعني ايه 5 انش لانس؟ يعني طول السبلين 12 سنتي ونص. طول السبلين اصغر من المسطره اللي كنا بنروح بيها المدرسه واحنا صغيرين. 20 كانت 20 سنتي يا سامي. برافو 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 يا سامي. شايفين انا هذه المعلومات تمام؟ لان 30 كانت بتتكسر في الشنطه فكنا بناخد الايه؟ ال 20 اهو. السبلين والله العظيم طوله اطول من صباعي بشويه. السبلين اورجان صغير وزنه كام؟ وزنه من 150 ل 200 جرام. يعني تخيل نفسك دخلت للراجل قلت له عايز طن جبنه بيضة. فالسبلين تمسكه في ايدك كده كانك ماسك ايه؟ طن جبنه بيضة او طن جبنه رومي. لما بشور ما وصلش حتى ربعه. تمام؟ السبلين اورجان صغير. السبلين اورجان صغير 1-3-5 دي اطواله بالانش. 7 ده وزنه اللي هو 7 اونس. مالناش دعوه الاونس يطلع ايه ده حاجه اجنبيه. هو في الاخر من 150 ل 200 جرام. تمام؟ معرفش ايه الاونس ده ما كانش على ايامي. والسبلين ماشي مع الاكسس بتاع 9 و11 ايه؟ ريبز اهو. ده السبلين في جسمنا اهو محطوط كده. السبعه دي 7 اونس وزنه من الاخر 150 جرام. فبصوا لي بقى على السبلين اهو. تمام السبلين. زمان في المشرحه كان في حاجه مهمه جدا كده. كان بيجيب لك سبلين. كان بيجيب لك في المشرحه سبلين كده ويحط لك يا دبوس هنا يا دبوس هنا يا دبوس هنا يا دبوس هنا. بيقول لك على السيرفس ده مين الاورجن اللي نايم. لان السبلين كان له 4 امبريشنز على اني سيرفس. سيرفس في 4 اورجان عامله امبريشن. وطبعا مين الاورجان الوحيد اللي عامل امبريشن ورا؟ الديافرام. ده الديافراجماتيك سيرفس اللي ايه؟ اللي ورا. والسنه اللي فاتت جالهم في الميد تيرم سؤال في الاناتومي بتاع السبلين وكان السؤال اهبل جدا جدا جدا. يعني ما كانش في داعي الناس تذاكره اساسا. كان بيقول لك كل دول ده السؤال اللي جه السنه اللي فاتت في الميد تيرم انا اللي هقوله. كل دول عاملين امبريشنز على السبلين ما عدا على البيسرال سيرفيس وحاطين لك ديافرام. فمن غير ما تفكر الديافرام مش عامل على البيسرال سيرفيس. الديافرام عامل امبريشن على مين؟ على الديافراماتيك سيرفيس. عايزين بقى نعرف مين الاربعه اورجنز اللي عاملين ايه على السبلين؟ امبريشن. وطبعا ممكن اقولها وخلاص. ممكن اقولها ايه وخلاص. بس انا عايزكم تبقوا فاهمين الانتيو بتاع الابدومين.
انا مصمم تبوظ الخليل لان هاتوا بتاع الاب دول. فعشان كده هاتوا بتاع الاب دول التالي هنفتح النور. ممكن نفتح النور. وعايز ثلاث ولاد قوم يا مؤمن. قوم يا رفيع عشان اقوم عشان ابدئهم. اه بعدين لحضرتك. ما كانش عندك مانع. يلا يا سيدي. عشان ما تقوليش اشمعنى مؤمن ورفيع. انت مش عايز تقوم. في ولد ممكن يقوم معانا؟ يلا يا سيدي يلا. قوم يا سمسم يلا. تمام؟ وهنقعد نلعب نفس اللعبه بتاع كل مره. هنلعب نفس اللعبه بتاع كل مره. سامي المعده. كل مره نلعب اللعبه دي. سامي الاستومك. تمام؟ مؤمن هنا في النص مين؟ السبين. تمام؟ والسبين بالنسبه للمعده ان بوستيري الوات؟ سلين. رفيق هو مين؟ الكدني. تمام؟ رفيق هو الكدني وموجود برضه ان وات؟ مور بوستيري بلين. وما بين سامي وما بين سامي ومؤمن مؤمن الاول في ليجامنت هنا اللي هي الفوطه القذر اللي جاب له عاطف المره اللي فاتت اللي هي يعني ليجامنت جاسترو ايه سبلينك ليجامنت. وما بين مؤمن ورفيق في ليجامنت هنا ومين بلين وايه رينب. وطبعا يعني الليجامنت دي احنا فردناها المره اللي فاتت بس اكتولي في الجسم في الابدومن الحاجات عامله كده بالظبط. الحاجات عامله كده يعني دي مفروضه في الجثه مفروضه في الجثه انما في جسمنا الحاجات عامله كده. يبقى السبين اهو مؤمن اهو عليه كام امبريشن لغايه دلوقتي اكيد؟ اثنين. مؤمن عليه وات؟ جاستريك امبريشن. مؤمن عليه وات؟ رينال امبريشن. في اي مشكله في كده؟ نرجع لاناتومي تاني. في حاجه برضه الناس ما بتفهمهاش بحب افهمها لكم كويس قوي. يبقى عرفنا مين اللي جا من ده؟ جاسترو سبينك. ومين الليجامنت اللي هنا؟ بينه ايه؟ رينا. الحته برضو اللي حلوه لو تفهموها البنكرياس علاقته ايه بالليله؟ البنكرياس موجود ورا خالص هنا. موجود على مين؟ على البورد. اللي هو القطيع ابدومينال ايه؟ بول. وعلى البنكرياس في بس الماشي. هو الاسبينك ايه؟ ارتي. الاسبينك ارتي عايز يوصل لمين؟ للسليم. الاسبينك ارتي عايز يوصل للسليم. الاسبينك ارتي، الاسبينك ارتي يا سليمان، سليمان. السبينك ارتري ما بيوصلش للسبين كده. ما بيوصل يمشي ازاي؟ السبينك ارتري امتى ماشي على الابر بوردر بتاع مين؟ البنكرياس. وانت البنكرياتك ايه؟ برانشز. وبعد كده السبينك ارتري يلف يلف ويروح داخل السبين في الليجامنت ده. مين الليجامنت ده؟ اللاين ورينا. فالسبينك ارتري بيدخل السبين عن طريق انهي ليجامنت؟ اللاين ورينا. عارفين مين تاني؟ مين تاني؟ بيلف مع السبينك ارتري ويدخل في اللاين ورينا ليجامنت؟ اديله البنكرياس. اديله البنكرياس، يعني البنكرياس في الابدومينال وول، البنكرياس على الابدومينال وول من ورا، التيل بتاع البنكرياس بيلعب، التيل بتاع البنكرياس بيلف برضه يدخل في مين؟ في اللينوريان ليجامنت. ربنا خلقه كده. وبعد كده السبينك ارتري، السبينك ارتري قد مين هنا؟ بالمناسبه ربنا يخليكم، طالما التيل بتاع البنكرياس، التيل بتاع البنكرياس اهو جه ودخل في اللينوريان ليجامنت. يبقى السبين السبين عليه يعني امبريشن كمان بنكرياتيك. يبقى دلوقتي السبين عليه مين بتاع جاستريك امبريشن عليه مين تاني؟ رينال. وداخل التنتين دي خبطت في السبين برضو عملت عليه امبريشن صغير اللي هو بنكرياتيك وات امبريشن. بعد كده هنفهم عشان الصوره توضح. الصوره توضح. السبينك ارتري داخل السبين عن طريق مين؟ السبينك ارتري بالظبط كده. عارفين الكومنت بتاع ليا لويه الدين؟ بعد ما انت السبين يلا رسول انا نسيت حاجه. نسيت قد مين؟ السبين نسي قد مين؟ الاستومك. لان السبين خلاص وصل السبينك ارتري وصل للسبين. هنبص كده انا ناسي حاجه. انا ناسي قد مين؟ ناسي قد شورت جاسريك وناسي قد مين؟ لفت جاسريك فلويد. من هذا الموقع من هذا الموقع بعد ما السبينك ارتري دخل يعني بتاع البرين ورينال عشان يدي برانشات للمعده عشان يدي برانشات من المعده فالبرانشات هتمشي في الليجا من ده. جاسترو سبلينك ومين؟ الشورت جاستريك واللفت جاسترو بلويد. الشورت جاستريك واللفت جاسترو بلويد عشان يوصلوا لغايه المعده لازم يمشوا في الليجامنت اللي هنا ده. الليجامنت اللي هنا هو مين؟ جاسترو سبلينك. السبلينك ارتي خلاص وصل للسبين. وصل للسبين نهار اسود. انا وصلت للسبين انا نسيت ادي مين؟ الاستومك. فتروح البرانشات ناشيه في الجاسترو سبلينك ليجامنت اللي هي الشورت جاستريك واللفت جاسترو ايه؟ الفوكويد. شكرا يا اولاد. يا رب تبقوا فاهمين. حلوه؟
جميلة. ومين السبيس اللي ورا الفراغ اللي كان ورا الثلاثة؟ لاسر ساك. يعني مين عامل بوستيريور وول اوف لاسر ساك؟ البنكرياس. عشان كده اي فيو كولكشن في الاكيوت بانكرياتايتس بيتجمع فين؟ في لاسر ساك. طيب مين بقى الامبريشن الاخير؟ طبعا عشان كده اسمه سبلينك فلكشر. مين اخر واحد عمل امبريشن على البتاع؟ الكولو. الكولو اربعة امبريشنز على السبين لازم نبقى عارفينهم. اربعة امبريشنز على السبين وبالتالي الصوره كانت واضحه. سامي استومك، رفيق كيدني، انا دخلت مين؟ اديله بنكرياس، واخر واحد كان واضح كان الكولو. اخر واحد كان الكولون. دي الامبريشنز اللي على مكتوب عندكم في الورقه ولا مش مكتوبه؟ استومك، لفت كيدني، لفت كوليفلكشن، انتيرو بوت، بنكرياس. لا لا مش مهم تبقى صح. يعني التخيل اكتر من كده محتاج ان ادخل جوه مين؟ ادخل جوه مين؟ جوه البطن. ادخل جوه الايه؟ البطن. تمام؟ زي برضه دورنا سأل سؤال حلو قوي الصبح والله جميل جدا. بيقول لك ازاي الكيدني ورا السبلين ومع ذلك عامله رينال امبريشن؟ المفروض الرينال امبريشن ما يبقاش على البيسل سيرفيس، المفروض الرينال امبريشن يبقى على مين؟ على فاهمين سؤال البنت؟ فالفكره فيها الفكره نفس الفكره ان الحاجات دي مش قوي كده، الحاجات دي هو الجسم بتقبلها. لازم بعضيها. الليجامنت دي بتخلي الحاجات تلزق في بعضيها، ممكن تبقى حاجه انتيريور تبقى حاجه بوستيريور. الكلام ده قوي انتيريور بوستيريور لما انا اعمل ايه في العيان؟ اشرحه واعمل ايه في الليجامنت؟ افردها كده، افردها. انما في جسم بني ادم يعني الليجامنت دي اللي هي الجريتر رومنتم واللاسر رومنتم واللينوريال بيخليها الدنيا كلها زي ما تكون مالها. لازم بعضها، لازم بعضها. حتى اللاسر ساك، اللاسر ساك دي عشان تبان سبيس، عشان تبان سبيس لازم برضو يعني افرد رفيق لوحده وافرد الحاجات واحطه جواها فلويد. انما في الاخر هتلاقي المعده وراها مين لازق فيه على طول؟ البنكرياس. المعده لازقه على البنكرياس من ورا. كل دي بوتنشال سبيسز، بوتنشال سبيسز. يعني لازم تجيب البني ادم وتشرحه فعلا وتجيب الجثه وتشرحها عشان تبان السبيسز دي. انما اكتر احنا شغالين عمليات كله ماله؟ كله ملزق في بعضه. واحنا شغالين عمليات كله ملزق فين؟ في بعضه. اخر حاجه هتذاكرها انت في السبين، انا مش حافظها عشان انا مش همتحن عليها. هتذاكر السيرفيس انتو بتاع السبين. طب انت مش هتقوله؟ لا مش هقوله. لا مش هقوله. ده هتكتبوا عليه في اي بي. سيرفيس انتو في السبين بيسال عارفين امتى؟ في الشفوي وفي اللجنه بتاعت الابدومن. لو دخلت على حاله ابدومن لازم الراجل هيسالك في السيرفيس انتو بتاع ليه؟ السبلين. كنت سالتوه في البطنه؟ لا. اكيد خدتوه في البطنه. اكيد محمد ابراهيم قالوا؟ النصر قالوا؟ اكيد عم ابراهيم قالوا لكم في يوم من الايام السيرفيس انتوا بتاع مين؟ السبلين يعني. هناخد اورجا مهم جدا 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 وبعدين ناخد البريك بعديه للصدغس. الاسوفجس. هناخد الاسوفجس. الناس عشان ما تدوش بس، انا ابتديت بالاستومك وبعد الاستومك خلصت ايه في الابدومن؟ في الابدومن ليفر، بانكرياس، سبلين، بيلري اللي هي الحته بتاعت ريفاتو ايه؟ بيلري. وعشان اخلص الابر جي اي، عشان اخلص الابر جي اي فاضل مين عشان ابقى خلصت الابر جي اي؟ الاسوفجس وديودرم. الاسوفجس وديودرم. عشان يبقى المره الجايه اهم حاجه. مين المره الجايه اهم حاجه اللي معاه اداكم؟ الانوريكتر واللور جي اي. ففاضل الاسوفجس وديودرم وناخد البريك وبعدين ناخد الجثه الثانيه. الاسوفجس. 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 الاسوفجس اورجا مهم. الاسوفجس طوله كام سنتي بقى كده ان شاء الله؟ 25 سم. احنا بنتعرف الاول كاستراكشر 25 سم. 25 سم. مين تاني في جسمنا 25 سم؟ اكتبوا على الشمال. جدع برافو عليك. اديودرم.
الديودرام 25 سنتي. مين تالت في جسمنا خدناه في المسالك كان من 25 ل 30 سنتي؟ اليوريتر. ثلاث حاجات في جسمنا طولهم 25 سنتي، الاسوفجاس، الديودرام، ومين كمان؟ واليوريتر. واليوريتر بتقولي يا عمر؟ ماشي حاجة ماشي. طيب ما علينا، وضح حس. الاسوفجاس ثلاثة فارت، يعني ايه ثلاثة فارت؟ الاسوفجاس دي جزء منه فين؟ في الرقبة، مش عايز كلام. الاسوفجاس دي جزء منه في الرقبة، والاسوفجاس دي جزء منه فين تاني لما ابص لكم؟ الثوركس، والاسوفجاس دي جزء منه ايه؟ ابدومينال. 6 15 4 يعني 6 سنتي فين؟ في الرقبة، و15 فين؟ في الثوركس، و4 فين؟ في الابدومين. وبلاش تحفظها 5 15 5 لان هم معروفين 6 15 ايه؟ 4. ان الابدومينال اسوفجاس، الابدومينال اسوفجاس لازم يبقى كام؟ 4 سنتي. الابدومينال اسوفجاس 4 سنتي. طيب الاسوفجاس بيبتدي فين يا فندم وبيخلص فين؟ الاسوفجاس بيبتدي من عند اللور بوردر اوف كريكويد كارتريج، اللور بوردر اوف كريكويد. مهمة المعلومة دي، بيبتدي من عند اللور بوردر اوف كريكويد كارتريج، ودي بتبقى عند اللور بوردر اوف سي 6. يعني الاسوفجاس بيبتدي من عند سي 6. عارفين السيرفايكال فيرتيبرا؟ الاسوفجاس بيبتدي من عند سي 1 ولا سي 2 ولا سي 3. بيبتدي من عند انهي سيرفايكال فيرتيبرا؟ اللور بوردر اوف سي 6 كان قبل كده ايه؟ فالنكس. واللور بوردر بتاع سي 6 عند الليفل بتاع اللارنكس يبقى اللور بوردر اوف وات؟ بيكون دي كارتريج. طيب المعلومه دي اوت بس معلش هنضطر ان احنا ايه؟ نعرفها يعني. تمام. وطبعا الاسوفجاس بعد ما اتعرفنا عليه كاستراكشر هناخد ارتينال سبلاي دينال درينج لمفاتيك درينج. تمام. وريليشنز وكل حاجه. اهم حاجه بقى في الاسوفجاس بيموتوا فيها، اهم حاجه في الاسوفجاس ايه؟ الكونستريكشنز. ايه الفنور؟ اكتر حاجه في الاسوفجاس الكونستريكشنز. اي اورجان 25 سنتي زي اليوريتر، فاكرين اليوريتر؟ اليوريتر لما خدناه في المسالك كان فيه كام كونستريكشن؟ ولا فاكرين حاجه؟ ثلاثه. يبقى انا ما درستهمش. واربعه انا ما قلتهمش. خمسه. اليوريتر، اليوريتر كان فيه خمسه كونستريكشن. واي اورجان بيكون فيه كونستريكشن يبقى غالبا فيه كونستريكشن في بدايته وفيه كونستريكشن فين؟ الحته دي مهمه جدا الناس تصحى. في بدايته دي تفرق معايا فيه مثلا، تفرق معايا في الراجل داخل يعمل منظار. يعني الراجل داخل يعمل منظار لازم عند حتت معينه يبقى الراجل ايه؟ واخد باله ان الحته دي مالها وانت سايق كده الشارع ايه؟ بيبقى ضيق عشان ما تلبسش في الحيط. فهو لازم ياخد باله بيعمل المنظار ان الحته دي مالها؟ ضيقه عشان ما يطلعش مين؟ الاسوفجاس. تمام. فالاسوفجاس فيه كونستريكشن في اوله. اوله فين يا فندم؟ لور بوردر سي 6. يعني عند الفارس هو بيكمل وات؟ اسوفجاس. تمام. والاسوفجاس فيه كونستريكشن في نهايته وهو بيعدي في الرايت راس اوف ديافرام عشان يتحول ابدومينال اسوفجاس. تعديته في الرايت راس اوف ديافرام. تفتكروا ليه بيعدي في الرايت راس اوف ديافرام يعني؟ عشان ينزل الابدومين. سهله خالص. فالرايت راس اوف ديافرام عامل عليه وات؟ كونستريكشن. بعد كده بصوا لي في الصوره دي. الناس اللي بتسمعنا 36 انا حاطط النقطة عند الاورتيك ارش. تمام؟ عند الاورتيك ارش، الاورتيك ارش جنبيه عامل كونستريكشن ودي اللفت ديفيجن بتاعت المين تراكيه اللي هي لفت مين برونكس. اللفت مين برونكس عامل عليه وات؟ كونستريكشن. لا مش بريكر. Thank you.
سيلفي الحصة. سيلفي الحصة يلا. أهم حاجة في الأسوفاجس مش عايز كلام. أهم حاجة في الأسوفاجس مين؟ الكونتريكشنز. تمام؟ لو مش عارف الأناتومي إنك أنت بلعه تحاول تستمتع بيه. نحاول مع بعض نستمتع بالإيه؟ بالأناتومي. وما اعتقدش امتحان الترم الثاني هيبقى فيه اناتومي قليل زي الاولاني، لان الاناتومي كله في الجي اي تي. الاناتومي كله في الجي اي تي. تمام؟ فغالبا هجيب المره دي اسئله ايه؟ اناتومي يعني. يلا. الاسوفجاس بعد ما اتعرضنا عليه كاستراكشر وبادي من عند اللور بورد اوف كورد كارتلج وبيخلص في المعده لما يعدي في الديافرام، بيعدي فين في الديافرام؟ في الراي كلاس بتاع الايه؟ الديافرام. حد اللي جه بتاعت الديافرام نهدى شويه عشان اشرح لكم حاجات حلوه دلوقتي. الميني في الاسوفجس مين؟ الكونستريكشن. عشان الراجل هو داخل يعمل منظار ياخد باله ما ايه؟ ما يخزوهاش العيان. الاسوفجس فيه ثلاثه كونستريكشنز. هم انا هقول حالا. الاولاني فين؟ عند البدايه. اللي هو البوردر اوف كريكورد كارتلج. والكونستريكشن الاخيره فين؟ تعديته فين؟ في الرايت راس. وفي تو كونستريكشن جنب بعض على طول عشان كده بيعتبروهم حاجه واحده. دول ورا بعض على طول. يعني الراجل يدخل بالمنظار كده يلاقي كونستريكشن يعدي منه يلاقي ايه تاني؟ كونستريكشن تاني. ياخد باله في الحته دي في تو كونستريكشن ايه؟ ورا بعض مطبين ورا بعض كانهم اعتبروهم ايه؟ مطب واحد ومتساين. عند الاورتيك ارش، عند الاورتيك ارش تمام؟ وعند مين هنا البايفوركيشن؟ التراكيال بايفوركيشن اللي هي لفت من ايه؟ برونكس. المفاجاه بقى الخازوق ان الارقام علينا. يعني ايه الارقام علينا؟ يعني الارقام دي
على بعد قد ايه لو الراجل بيعمل منظار وداخل من بوقه. الارقام دي علينا. 15 اول كونتريكشن على بعد 15 سنتي من بوقه. يعني الراجل هو بيعمل منظار، الراجل بيعمل منظار، بعد ما يعدي كام سنتي من المنظار؟ 15 ياخد باله الراجل بتاع المنظار هنا لازم ايه؟ يهدي شويه عشان في وضع كونتريكشن. والاثنين دول مالهم؟ ورا بعض ورا بعض 23 25 23 وراها كام؟ 25 اخر كونستريكشن عند كام بقى من 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 البوق؟ 40 طبعا 40 سنتي مش انش 40 سنتي كله بالسنتي كله بالسنتي ايه اللي مش فاهمينه؟ ده حبيبي مش شنو الاسوفجاس ده دي كونتريكشن دي بعضها عن ايه؟ مش من الاسوفجاس بعضها عن ايه منين؟ من البق بعضها عن ايه؟ من البق يعني بالبلدي كده من البق الاول الاسوفجاس كام سنتي؟ 15 من البق الاخر الاسوفجاس كام سنتي؟ 40 الاسوفجاس نفسه كام؟ 25 ايه في المشكلة دي؟ الصبح لما واجه اي من الصعوبات في هذه الحتة خالص لم يكن هناك اي نوع من انواع الصعوبات الفنيه والتكنيكيه مفيش خالص. العيال مش فاهمينها قوي. اول عادي يا فندم. اول كونتريكشن على بعد قد ايه من البق؟ 15. الثاني والثالث على بعد كام من البق؟ 23 25. على نهايه الاسوفجس على بعد كام سنتي من البق؟ 40 40 ورا بعض. يعني ايه ورا بعض قوي؟ ورا بعض قوي يا سيدي. اللي هو الاورطه الاورطه واللفت مين بروكس ورا بعض عشان كده الاورطه واللفت مين بروكس ساعات بيعتبروهم ايه؟ حاجه واحده. ايه؟ ايوه لا يا حبيبتي. لا انا بدون الصوفجاس بعد الديافرام. ما هو يا حبيبتي تعديله في الديافرام دي تعديله في الديافرام تعتبر خلاص خلص كصوفجاس وبقى ابدون الصوفجاس فاهمه؟ يعني في ناس بيعتبروه ان هو خلص اول ما عدى في الرايت كراس. لا ما هو الكونتريكشن مش في اخره، الكونتريكشن لما عدى في الديافرام يعني قبل اخره ب 4 سم. عايزهم 36 سم؟ 38 يعني كل دي ارقام بس الكونتريكشن يعني المهم الكونتريكشن دي قبل ما يبقى ابدومينال. قبل ما يبقى ايه؟ ابدومينال، الكونتريكشن دي قبل ما يبقى ابدومينال. قبل ما يبقى ايه؟ ابدومينال. لا هو السؤال الصح بقى، السؤال الصح بقى، السؤال الصح يا الاء. كام سنتي من الانسايزرز عشان اخلص الاسوفجس؟ لا كام سنتي من الانسايزر عشان اخلص الاسوفجس؟ 44. كام سنتي عشان اخلص الاسوفجس تبقى 44، حد فاهم حاجه؟ لا. يعني يحط ال 4 سنتي الابدومينال. الحتة اللي في الرايت كراس دي بتعتبر قبل اخره بقى مجازا بقول اخره، مجازا بقول اخره، بس اكتر هي مش اخره، هي قبل اخره بكام؟ ب 4 سنتي. ب 4 سنتي. يعني لما اعمل منظار، لما اعمل منظار والمنظار يوصل 40 سنتي ابقى انا تعديته فين؟ في الرايت كراس. لما اعمل منظار واوصل ل 43 44 سنتي يبقى انا كده بخلص في مين؟ في الاسوفجس. لو بعد المنظار 45 سنتي اكيد انا فين دلوقتي؟ في الاسطوم. اكيد انا في الاسطوم. الكونستريكشن الاخيره دي ربنا يخليكم اللي في الرايت كراس عشان انتم متلخبطين قبل نهايته يا لا ب 4 سنتي. بس مجازا بنقول فين يعني؟ مجازا بنقول في اخره. بس اكتولي هو قبل اخره ب 4 ايه؟ سنتي. فالراجل بتاع المنظار لازم ياخد باله من هذه الايه؟ الكونستريكشن. والحته دي لو ما جاتلكمش سؤال في المبت او اتكعبلتوا بيها في المراجعات ده انا حمار. لو ما جابهاش في المبتات هجيبها فين؟ في الامتحان. لو ما جابها لو جابها في المبتات ممكن ما اجيبهاش فين؟ في الامتحان. بس حته البوزيشن دي مهمه جدا 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 بتعدل ايه؟ الاسوفجس. الاسوفجس تمام؟ يلا.
يمني بقى في الاسوفجاس البلو سبلاي. وهشرح لكم حته حلوه دلوقتي. يمني في الاسوفجاس البلو سبلاي. هو الاسوفجاس كام اورجن؟ الاسوفجاس ثلاثه اورجن. ليه الاسوفجاس ثلاثه اورجن؟ سيرفايكل، ثراسك، ابدومينال. كام سيرفايكل؟ لا سيرفايكل سته. كام ابدومينال؟ كام ثراسك؟ 15. كام ابدومينال؟ 4. تمام؟ فاحنا لازم ناخد كل حاجه فيها، لازم ناخد كل حاجه فيها. المفاجأة، 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 الغير متوقعة بالمرة، الغير متوقعة بالمرة، إن المين بلوس سبلاي بتاع سيرفايكل وسوبجاس من الفيروس سيرود أرتي، علموني هنا مليون علامة. المين بلوس سبلاي بتاع سيرفايكل وسوبجاس من الفيروس سيرود أرتي، يبقى الفيروس سيرود أرتي طلع حاجة مهمة في المنهج الآخر. الفيروس سيرود قلتها مرة؟ الفيروس سيرود أرتي، بيدي مين في المنهج دلوقتي؟ سيرود باراسيرود كلهم، الفيروس سيرود أرتي بيدي باراسيرود كلهم، الفيروس سيرود أرتي بيدي مين برضه؟ السيرفايكل وسوبجاس. تمام. البلوس سبلاي بتاع السيرفايكل وسوبجاس بالعقل كده يعني، بالعقل كده من غير ما افكر يعني، تفتكروا السيرفايكل وسوبجاس هياخد منين؟ من أورطة شخصيا، أنهي أورطة؟ الثراسك. أساندنج ولا ديساندنج؟ الأساندنج كانت بتدي كروموليز. يبقى أنهي أورطة؟ ديساندنج. المين بلوس سبلاي؟ لا الأرش بيدي مش الأرش. في ناس مش فاكرة الأورطة، هي دي النيل. يعني لسه هنتكلم على الأورطة. الأورطة كانت أساندنج وكانت أرش وبعدين كانت وات؟ ديساندنج ثراسك. الديساندنج ثراسك هي اللي بتكمل مين؟ ابدومينال اورتا. الارش كان بيدي ايه؟ لا مش الارش، الاسندنج اورتا كان بتدي مين؟ كورونريز. والارش كان بيدي مين؟ اللي هم الثلاثه الكبار النومينيت وكاروتيد وبتاع وسبليفيان والعك ده كله مش مهم دلوقتي. مين ده بقى؟ الديسندنج ثراسك اورتا هي اللي بتدي للسوفجاس. فالثراسك والسوفجاس بياخد من الديسندنج ثراسك اورتا. مش عايز كلام. وبياخد من البرونكيال ارتريز بالمره اللي هي بتدي اللنج. بتدي اللنج. نيجي على الابدومينال اسوفجس. نيجي على الابدومينال اسوفجس. الابدومينال اسوفجس هياخد من تو ارتريز. هياخد من الارتري اللي بيدي المعده من فوق اللفت جاسترك. يعني اللفت جاسترك ده طلع بيدي المعده واللفت جاسترك طلع بيدي مين كمان؟ الاسوفجس. الابدومينال اسوفجس برافو عليك. والابدومينال اسوفجس هياخد بعد شويه من اول برانش من الابدومينال اورطا. مش الثراسك اسوفجس خد من مين؟ من ديسندنج ثراسك اورطا. طب الابدومينال اسوفجس ملوش مزاج ياخد من مين؟ من الابدومينال اورطا. بياخد من الابدومينال اورطا عن طريق ده. انفيريور ايه؟ برانك. تمام. الانفيريور فرينك. بعد البريك هشرح البلاس سبلاي بتاع الابدومين. بعد البريك هقول لكم برانشات الاورطه البيرد. مين اول برانش بيرد من ابدومين الاورطه اول ما تعدي في الدايفرام؟ انفيريور فرينك. اول برانش بيرد من الاورطه الانفيريور فرينك. والانفيريور فرينك اسمه انفيريور فرينك عشان في الدايفرام وحيد مين معايا في سكه؟ الابدومين ايه؟ السوكس. تاني الحته دي صعبه ونحاول نفهمها. اللي في الرقبه طلع بياخد من المفاجاه، طلع بياخد من مين؟ من الفيروس الرود ارت. اللي في الثوراكس هياخد يا اما من برونكيال بتوع اللنج يا اما من ديسندنج وات ثراسك. اللي في الابدومين هياخد من اللفت جاسل اللي بيدي المعده او هياخد من الابدومينال اورطا عن طريق برانش اسمه وات؟ انفيريو فرينك. تمام. السيرفايكال اوسوفاجس هيصب في الفيروس الرود بينز. الثوراسك اوسوفاجس هيصب في الازايجوس والهيمي ازايجوس. الابدومينال اسوفجاس هيصب في اللفت جاسترك ايه؟ فين؟ والحته دي هقوم افهمها لكم حالا في البورتال هايبرتنشن. الصبح الناس كانت مبسوطه في الحته دي فادوني فرصه افهمكم حته الباريسز. الباريسز. ده الاسوفجاس. ده الاسوفجاس. الابدومينال اسوفجاس الابدومينال اسوفجاس بيصب في اللفت جاستريك بين.
ان مين ادى بلس سبلاي للابدومينال سوبجاس؟ مين ادى بلس سبلاي للابدومينال سوبجاس؟ ليفت جاس كارتي. يبقى الابدومينال سوبجاس صوب على مين؟ على الليفت جاس فين؟ الليفت جاس فين ده بورتر ولا سيستميك؟ الابدومينال سوبجاس ده مش عايز كلام. الابدومينال سوبجاس بيصب على الليفت جاس فين ده بورتر. الثوراسيك والسوفجاس بيصب على زايجوس والهيميا زايجوس سيستميك. زايجوس اند هيميا زايجوس سيستميك. والابدومينال سوفجاس بيصب على مين؟ على اللفت جاستريك. واللفت جاستريك ده بط بورتر. تمام. الصافي كوزا والماسكولاريس ميكوزا هنا في بينهم كوميونيكيشنز. في بينهم كوميونيكيشنز اللي هم مين؟ الشانتس. طول ما مفيش بورتال هايبرتنشن، طول ما هو مفيش بورتال هايبرتنشن الحته اللي فوق بتصبوا ازايجوس فيما ازايجوس، والحته اللي تحت عماله بتصب على مين؟ اللفت جاستريك، والدنيا ماشيه زي الفل. طول ما هو مفيش بورتال هايبرتنشن اللي فوق ازايجوس هيميا ازايجوس، واللي تحت هو لفت جاستريك. حصل هنا بورتال هايبرتنشن، ولما حصل هنا بورتال هايبرتنشن دول مش عارفين يصبوا، دول مش عارفين يصبوا. يوم يحصل ايه؟ الشنطه تفتح، الشنطه تفتح عشان دول يصبوا هنا في الازايجوس والهيميا ازايجوس. فطبعا كده الاسوفجاس لها له مخرج. On expansion العين جاله مصيبة. ايه بقى المصيبة اللي جات له؟ جاله باريسس. فالباريسس دي اكتر هي المفروض حاجة كويسة. حاجة كويسة لأنها هي اللي صرفت الاسوفجاس. بس عمل مصيبة ده العين جاله ايه؟ باريسس. إنما لو ما كانش في بورتال هايبرتنشن طول عمر اللي هو الاسوفجاس هيصب مين؟ باللفت جاسريك، والثوراسيك والاسوفجاس هيبدأ يصب مين؟ بالازايكوس والهيميا زايكوس. بالتالي ما ينفعش أشرح أحسن من كده. لدرجة بقى بصوا كده على الرسمة، بصوا كده على الرسمة. مين أهم فين في البورتال هايبرتنشن؟ لو الضغط فيه عالي العام بيجيله باريسيز. اللفت جاسريك فين؟ أهم فين في البورتال سيركوليشن؟ لو حصل فيه هايبرتنشن العام يجيله جاسريك، هو اللفت جاسريك إيه؟ فين؟ أنتوا عارفين اللفت جاسريك فين اسمه تاني؟ من كتر ما اللفت جاسريك فين هو أهم فين في البورتال هايبرتنشن بيعمل باريسيز؟ لا. واحد جاوب الصبح. خالد جاوب الصبح. اللفت جاستريك فين اسمه ايه التاني؟ اسمه كوروناري فين. وطبعا ما فيش كوروناري فين. كوروناري دول بتوع مين؟ الهارد. تخيلوا من كتر ما اللفت جاستريك فين هو اهم فين في البورتال هايبرتنشن سموه كوروناري على اساس هو الفيدنج باسل، هو المهم، هو المازر باريسس، هو اللي بيسبلاي الباريسس، هو لما بيحصل فيه مشكله العام بيجي له وقت باريسس. فلما في يوم من الايام بيقول لك مين هو الكورونري فين؟ اللفت جاستريك فين. اللفت جاستريك فين اسمه كورونري فين. فهمتوا الباريسس؟ فهمتوا الباريسس؟ ظريفه؟ ظريفه الباريسس ان حصل هايبر تنشن فاللفت جاستريك فين البريشر فيه عالي فالشنطات ايه؟ فتحه. طبعا الفاتيك درينش هبهبل. يعني ايه الفاتيك درينش هبهبل؟ يعني سيرفايكال الصوت فين؟ سيرفايكال ليف نوز. والميديستاينال الاسوفجاس ميديستاينال ليف نوز. والابدومينال الاسوفجاس سيرياك ليف نوز مع البلوس سبلاي بتاعه. هبل قوي الحته دي. حاجه ثانيه مش هقولها. تمام. نيجي بقى للسيرفايكال والسوفجاس. السيرفايكال والسوفجاس المفاجاه بس السوفجاس واخد باراسمباثيك منين؟ من التوفي جاي. التوفي جاي. السيرفايكال ده بياخد من الكارنت الجيل نيرف. فالكارنت الجيل نيرف ده تبع مين برضه؟ تبع الفيجاس. حد بريك بعد السوفجاس، حد بريك بعد السوفجاس. الريكورنت انجيال نيرف تبع بس نخلص الاسوفجاس ونتكل على الله. يعني خدنا ايه في الاسوفجاس لغايه دلوقتي عشان نذاكره في البيت زي ما طلع من بوقي؟ لا معنى بناخد اناتومي. طوله كام؟ 25 سم. بدايته ابتدى عند مين؟
لور بورد اوف سي 6 او لور بورد اوف جولد كارتج. خلص لما عدى في الراي كراس، بس بعد ما عدى في الراي كراس عشان ما تزعلش عليها وكل الناس، بعد الراي كراس بكام سنتي؟ 4 سنتي في الابدومن والاسوفجس خلص. اهم حاجه اذا كناها في الاسوفجس كانوا مين؟ كونستريكشن 15 25 40 من السنان بدايته ونهايته، والحته بتاع تعديه الاورتيك ارش او اللفت مين برونكس. التريكات اللي هنا ربنا يخليكم، السيرفايكال والسوفجس واقف في راس سبلاي منين؟ من الانتيريور سيرويد ارتري. اوعى تنسى ان الابدومينال والسوفجس المين بلس سبلاي بتاعه والمين فينس دريج بتاعه هو اللفت جاستريك ارتري وفين. من كتر ما اللفت جاستريك فين هو المازر فيرسز سموه وات؟ كورونري فين. تمام تمام. هنتكلم عن الريليشن بتاعت الاسوفجس وناخد بريك. طبعا في الورقه كلكم هتبصوا كده يا دي ده كل ده ريليشن، مش مذاكر الكلام ده كله، فانا هفكرها لكم في جدول. جدول في كومبليت ريليشن بتاع مين؟ الاسوفجس. هيسيبكم من كل القرف اللي في الورق، كل القرف اللي في الورق ريليشن ضد الاسوفجس. ما تذاكروش غير اللي انا هقوله. هناخد الرايت ريليشن واللفت ريليشن. اعملوا جدول انا كاتبه ده. ورايا عشان ناخد البريك. نقول نقول يا فندم. مين على مين الاسوفجس؟ مين على بطن؟ شمال الاسوفجس. مين على مين الاسوفجس؟ لسه قلتينه حالا. رايت فيجاس. رايت فيجاس على مين الاسوفجس. مين على شمال الاسوفجس؟ لفت فيجاس. سهلة دي ولا صعبة؟ سهل ولا صعبة؟ سهل. مين على مين الاسوفجس؟ الرايت لانج. مين على شمال الاسوفجس؟ اللفت لانج. مين الاسوفجس الرايت لانج؟ مين على شمال الاسوفجس؟ اللفت لانج. يا كلام صعب قوي. الاسوفجس بقى انا الاسوفجس اهو. الاسوفجس على يمينه ورش وعلى شماله ورش. مين الارش على يمينه؟ مين الارش؟ كلنا عارفين الارش على شماله. الارش بورت على شماله. مين الارش على يمينه؟ ارش بازايكوس. ارش بازايكوس. الاسوفجس على يمينه. ارش بازايكوس. على شماله وات؟ ارش بايه؟ اورتا. المفاجأة بقى، المفاجأة بقى الارشين على يمين وشمال الايه؟ الاسوفجس. الاستراكشر نفسه، الاستراكشر نفسه بيجي ورا الاسوفجس. مش فاهمين حضرتك يعني ايه؟ يعني الازايكوس فين نفسه؟ ورا. والديسندنج وات؟ ورا. ثلاثك اورطا ورا الاسوفجس. فانت بتكتب هنا كده على يمينه الارش بازايكوس، لكن الازايكوس نفسه، لكن الازايكوس نفسه ماله؟ ورا. الارش بورت على شماله، لكن الديسندنج اورتا مالها؟ الديسندنج اورتا مالها؟ ورا. فاضل حاجه مهمه. ما تكتب جدول يا مؤمن، يا اكتب جدول. لا جدول. طيب انا عادل على السبوره. الاسوفجس يمينه رايت فيجاس، شماله لفت فيجاس. يمينه رايت لانج، شماله لفت لانج. على يمينه ارش بازايجوس، على شماله ارش باورتا، لكن الازايجوس نفسه والاورتا نفسها جم على ايه؟ جم ورا. مين بقى اهم حاجه في الريليشن بتاعت الاسوفجس؟ في حاجه كده، في حاجه كده بتبقى على يمين الاسوفجس تحت، وبعدين تعدي من ورا الاسوفجس وتيجي على شمال الاسوفجس فوق، عشان في الاخر تصب في حاجه في الشمال. هايلين كل اللي قالوها هايلين، بس في ناس مش متخيلاها. في حاجه بتبقى على يمين الاسوفجس من تحت، وبعدين تعدي ورا مين؟ الاسوفجس، عشان تيجي على شماله من فوق. بعد ما تيجي على شماله من فوق تدخل الرقبه شمال فوق وتصب فوق شمال. مين اللي موجوده شمال مش موجوده يمين؟ ثلاثي ضغط. فالثلاثي ضغط ليها تريبل ريليشن للاسوفجس. ان شاء الله تتبعوها بالعربي. ان شاء الله تكتبوها بالعربي. الثوراسك دكت، الثوراسك دكت على يمين الاسوفجس من تحت، على يمين الاسوفجس من تحت. اكتبوها بالعربي، ما تذاكرش غير بالعربي. الثوراسك دكت على يمين الاسوفجس من تحت، تعدي فين؟
تعدي وراه، تيجي على ايه؟ تيجي على شماله من فوق عشان في الاخر تطلع الرقبه شمال. تطلع الرقبه ايه؟ شمال. ده علاقته ايه بقى بالعمليات؟ يعني عشان نستفيد من المعلومه او المعلومه تلزق في دماغنا، فعلاقه المعلومه بمين؟ بالعمليات. تحت يمين فوق شمال وعدت من وراه. في يوم من الايام هناخد الكانسر والسوفت. في يوم من الايام هناخد الكانسر والسوفت. خلينا في العمليه كلاسيك. العمليه كلاسيك ان انا لو في كانسر والسوفت كنت انا اعمل ايه في الاسوفجس؟ اشيله كله. اشيل الاسوفجس كله. انتوا متخيلين عشان اشيل الاسوفجس كله لازم افتح العين كام فتحه؟ عشان اشيل الاسوفجس كله لازم افتح العين كام فتحه؟ ثلاثه. لازم افتح ايه؟ ريكتوس. لازم افتح وات؟ ثوركس. ولازم افتح مين تاني؟ ابدومين. واللي عمري ما هعرف اعمل ايه في العيان؟ اشيل الاسوفجس كله. واحنا لسه ما خدناش كانسر الاسوفجس ولا نيله يعني، بس انا مبدئيا بتكلم على عمليه عايز اعمل فيها ايه؟ اشيل الاسوفجس كله. حلو قوي. بصوا لي على صدر العيان. صدر العيان اللي هنفتحه. طبعا الفتحه اللي في النص دي مش بتاعه الاسوفجس. الفتحه اللي في النص دي اللي اسمها سترونوتومي دي بتاعت مين؟ بتاعت الاوبن هارت والبايباسات والهبل ده كله. امال انت لما بتفتح الاسوفجس بنفتحه زي عندنا في الجراحه؟ بنفتحه ياما كده، فدي اسمها رايت ايه؟ سوراكوتومي من الجنب. ياما بنفتحه كده، والان طبعا هننام على ايه؟ على جنبه اليمين او جنبه الايه؟ الشمال. ياما هنفتحه لفت وقت سوراكوتومي. انا عايز بقى من اللي انا شرحته ده اسالكم سؤال. لو عايز اشتغل على الاسوفجس السوركس، افتح رايت سوراكوتومي ولا افتح لفت سوراكوتومي والاسوفجس بيبقى غالبا دايما محاول سنه شمال؟ افتح رايس سوراكوتومي ولا لفت سوراكوتومي؟ رايس سوراكوتومي طبعا. ليه بفتح رايس سوراكوتومي؟ عشان ما اعورش الحاجه المهمه اللي جنبه شمال. مين الحاجه المهمه اللي جنبه شمال؟ اقول بقاش. يعني اي سوراكوتومي بتبقى رايس سوراكوتومي يا سيدي. سوراكوتومي في الاسوفجس. نفت ايه يا ابني انت اللي بتنفخ من اول سنه؟ لا بقول نفت بيدياتريك. ايه؟ نفت بيدياتريك. بتبقى في بيدياتريك؟ عشان في برافو عليك. هاي يا سيدي. برافو عليك. برافو يا سيدي. جدع. جدع برافو كويسك انت فاكرها. جدع برافو عليك. تمام. فالرايت بفتح العيان ايه؟ رايت سوراكوتومي عشان ما اقعدش مين؟ الاشر بورتو. عايزين نشتغل على السرفايكل اوسوفجس. لما اجي ابروش السرفايكل اوسوفجس طبعا السوفجس ما بيفتحش في النص هنا، اللي بيتفتح في النص ده مين هنا؟ السيرويد بارت. لو عايز اشتغل على السرفايكل اوسوفجس افتح رايت سرفايكل ولا افتح سرفايكل انسيجن؟ رايت سرفايكل انسيجن بارت. ليه بفتح العام في الرقبه رايس سيرفايكل انسيجن رغم ان الاسوفجس سنه شمال؟ عشان ما اعورش الحاجه المهمه اللي على جنبه شمال. مين الحاجه المهمه اللي على جنبه شمال؟ سواسك دكت. يبقى في الرقبه ما بفتحش شمال خالص عشان في الرقبه مين على شماله؟ سواسك دكت. قلت لكم سواسك دكت كانت على يمينه عدت وراه بقت على وقت على شماله من فوق. من الاخر كده اي انسيجن فور اوسوفجيكتومي سواء فين او فين؟ سواء في الصورة سواء في الرقبه يفضل يبقى طبعا؟ رايت. الابدومينال لما ناخد الاسوفجس يا فندم. لما ناخد الايه؟ الاسوفجس. مين نايم على الابدومينال الاسوفجس بالمناسبه يعني بالعقل كده؟ مين نايم على الابدومينال الاسوفجس عشان نايم على المعده بعد كده؟ الليفر ليفت لوب. خدوا بريك. اربعه وربع عايز ابتدي عشان نخلص خمسه ونص. احنا متاخرين عن حصه الصبح. أنا متأخرين عن حاسة الصوت. أكتر من اللي أنا قلته في الصوت تفة مش عايز. بريك مش عايز نديت حضراتكم مكانكم.